اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور التالتة. عندنا تفاصيل كتيره وعندنا اخبار كتيره وعندنا كواليس زي ما حضراتكم متعودين. النهارده الحلقه بتاعتنا كومبو لارج وفي حاجات كتير جدا جدا. دايما حضراتكم بتسمعوا عن انديه سيتي كلاب. هنقرب النهارده من المشروع ده نفهم ايه قصته عشان نبقى عارفين هذه الانديه ما تقدمه، خططها للمستقبل. ناس كتير بتسأل طب اشترك ازاي، اتعامل ازاي في هذا الامر، ليهم كام فرع متواجد حوالين مصر. كل ده هنعرفه النهاردة ان شاء الله بإذن الله. في الجزء الثاني هيكون عندي حوار مهم جدا مع الأساتذة، أستاذ عمرو سالم مدير التخطيط بأندية سيتي كلاب، وأيضا أستاذ عمر البرولوسي مدير أكاديمية الاسكواش. وانتوا عارفين لعبة الاسكواش احنا متفردين بيها في مصر، هو مدير أكاديمية الاسكواش بالأندية الخاصة بسيتي كلاب. فهنتكلم النهاردة في تفاصيل كتيرة جدا. الجزء الأخير حوار ممتد وسهرة كروية زي ما انتم متعودين معنا، وحوار من العيار الثقيل مع كابتن النادي الأهلي ونجم النادي الأهلي السابق كابتن شادي محمد. ده في الجزء الأخير بمشيئة الله. طيب عندنا ايه؟ عندنا ماتشات في الدوري وعندنا كورة عملت نفسها دخلت الجون وهي ما دخلتش الجون. فانت تعرف اذا كانت دخلت جون ولا ما دخلتش جون ازاي؟ ما نعرفش، بس احنا حسبناه جون. احنا حسبناه جون ازاي؟ ما نعرفش. الحاجات اللي حضراتكم بالكم فيها ديت فقط وحصريا هتلاقوها عندنا في الدوري المصري. النهارده تعالوا نشوف الماتشات اللي اتلعبت عندنا ونشوف نتائجها كانت عامله ازاي. اسوان والجونه انتهى هذا اللقاء بفوز الجونه بهدف دون مقابل على اسوان، وعم وولتر بواليا بيضيف هدف لسجل اهدافه. غزل المحله وطلائع الجيش هو ده الجول اللي بقول لحضراتكم عليه اللي حسم فوز غزل المحله بهدفين مقابل هدف. الاسماعيلي والبنك الاهلي 0-0، وهنتكلم في تفاصيل ليها علاقه بالنادي الاسماعيلي النهارده بكل تاكيد. تعالوا نشوف الاهداف ونشوف الدنيا كانت ماشيه ازاي. وولتر بواليا وده الهدف الوحيد اللي بيسجله الجونه في شباك اسوان، وهقول لكم الجدول هيكون عامل ازاي بعد هذا اللقاء. نروح لمباراه غزل المحله وطلائع الجيش، ومكسب مهم جدا جدا الحقيقه للغزل. احمد شيخ سجل في الدقيقه 9، وعمر جمال تعادل لصالح طلائع الجيش في الدقيقه 48. عجبني الحقيقه اصرار ثنائي عائد مره اخرى للتالق اللي هم عمرو جمال وباسم مرسي، بس يمكن الناس مش واخده بالها قوي. ادي الكوره بقى اللي بقول لحضراتكم عليها، يعني بعد ما تعالى كده اتفرج بقى يا باشا. اتفرج يا سلام، اتفرج يا سلام لم. ايوه، انك تعرف بقى الكوره دي دخلت جون ولا جون، دي مش محتاجه بقى ايه. بص يا باشا، ها اقف بقى عندك كده، هو الجون رجلي جوه بس الكوره تبان من جوه، بس هو واخد الكوره وطالع بيها بره، والكوره قال لك لازم يبقى قطرها كله داخل جوه الجون. فانت دي تفتكر تحسبها ايه؟ ها تحسبها ايه؟ او انهي تقنيه ممكن تحسبها؟ بره في اوروبا والدول المتقدمه زي ما حضراتكم عارفين عندهم تقنيه خط المرمى، الكوره هتقول لك والله انا دخلت الجون ولا ما دخلتش الجون. هنا بقى محتاج ساحر بيقول لك الكوره دي فيها ايه بالظبط، او الكوره دي فين، الكوره دي عدت ولا ما عدتش. خلوا بقى محمد بسام يتحرك كده، ها ها، فتحس ان الكوره جون، وفي نفس الوقت برضه تحس ان ايده كانت بره اصلا، يعني هو الراجل جوه برجليه الاثنين، هو مما لا شك فيه ان هو برجليه الاثنين جوه الجون خلاص. لكن هل هو بقى عدى بايديه ولا ما عداهاش؟ طب هو الكابتن البنا حسبها طبعا بناء على اللاينز مان، حسبها بقى بناء على ايه؟ انا ما اعرفش حقيقه، لانه ما فيش اي تقنيه ممكن تساعده ان هو يفصل فيها فصل قاطع. لكن ما علينا، اهو جول. شوف احنا نقول بقى ما علينا صح، لكن طلائع الجيش يبقى بالنسبه له دي خساره مباراه وخسارة 3 نقاط، وبالنسبة لغزل المحلة تبقى يبقى مكسب مهم وفوز ب3 نقاط. الإسماعيلي النهاردة التعادل بتاعه مع البنك الأهلي هيعمل مشاكل كتير جدا جدا الحقيقة. طيب تعالوا نشوف كده مع حضراتكم جدول الدوري المصري. أدي الجدول قدام حضراتكم على الشاشة، الجونة في طالعة الجدول المصري.
بثمان اهداف. سبحان الله الكوره دي عجيبه، بس ما تحكمش عليها برضو دلوقتي، لان انت بتتكلم 8 نقاط من 4 ماتشات فيهم 2 فوز و2 تعادل. الاهلي في المركز الثاني بس لعب له ماتشين بس جمع فيهم 6 نقاط. سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثالث مع 6 نقاط، اسوان في المركز الرابع 6 نقاط، وده مركز عظيم جدا حقيقه بالنسبه لاسوان بالمناسبه يعني. هم اي نعم من بعد الفوزين ما حققوش اي فوز، ولكن برضو ده مركز كويس. المصري في المركز الخامس بـ5 نقاط، البنك الاهلي في المركز السادس بـ5 نقاط، سموحه في المركز السابع بـ5 نقاط، وغزل المحله في المركز الثامن بـ5 نقاط، والزمالك في المركز التاسع بـ4 نقاط. ما بص على اسوان بالامكانيات الماديه بالتفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها ويبقى موجود في المركز ده، هتعرف ان هو مركز كويس قوي. هقول لحضراتكم ليه، لانه لما بص على كده اللي زيه مثلا لاعب 4 نقاط الاسماعيلي، الاسماعيلي لاعب 4 مباريات ليه معاه 3 نقاط بس. بص مثلا على طلائع الجيش، عنده فرقه جامده جدا، نعم كان عندهم ظروف صعبه الفتره اللي فاتت الاصابات بكورونا، لكنه معاه نقطه واحده من 4 ماتشات. الانتاج الحربي 3 ماتشات معاه نقطه واحده. المقاولين العرب مفاجاه دي طبعا، يعني مفاجاه صادمه، المقاولين العرب ماتشين خسرهم معاه 0 من النقاط. طيب على كل، انا معايا على التليفون كابتن سامي الشيشيني المدير الفني لنادي اسوان. يا كابتن سامي اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل، وعايز اقول لك هارد لك يعني على كل الاحوال. اسوان لحد دلوقتي برضو بيقدم مردود طيب للغايه. ابراهيم وحشني وحضرتك كمان والله كتير جدا، تحياتي لكل مشاهدينا، ربنا يبارك في عمرك يا رب. قول لي رؤيتك ايه للقاء النهارده، وبعدين عايز اتكلم مع حضرتك عن البطاقه الحمراء او الطرد اللي تلقيته حضرتك. بص يمكن انا الفتره اللي فاتت انا اتكلمت على فرقه اسوان، ان الفرقه اتجمعت في وقت قصير جدا. انت عارف بعد ما مسكنا الفرقه حصل، لقيت فوجئت ان في حوالي اعراض كتير، وفي ناس انت عارف كان عندنا ازمه ماديه تبيع لعيبه وبتاع، فبدات تجمع اللعيبه. انت بدات حوالي 8 لعيبه يعني. ايوه الناس بصراحه بتوع نادي اسوان ما قصروش في حاجه خالص. الناس بصراحه على قد الامكانيات اللي بيوفرها لك قدرت تجمع. كل اسبوع يجي لك لعيب، كل 5 ايام يجي لك لعيب. لعيب بقاله شهر ما اتمرنش، شهرين ما اتمرنش، لعيب وزنه زايد. لغايه ما وصلنا قبل القيد بحوالي 2 أو 3 ساعات ايدنا اسلام صالح، فالحمد لله قدرنا نجمع الفرقه في فتره قصيره يعني. ربنا كرمنا طبعا بفوزين كبار على انبي وعلى الجيش. كل الفرق خدت بالها منك بقى يعني، بعد ما انت كسبت الماتشين دول كل الفرق بقت تاخد بالها من اسوان. فرقه طبعا فرقه مصر فرقه محترمه، عندها لعيبه كويسه، الجون عندها لعيبه كويسه، كفايه ان هي عندها في الملعب 4 اجانب مميزين جدا يعني مميزين جدا. انت بتتكلم على كامبادي، وبتتكلم على بواليا، وبتتكلم على سيرجيو اكا، بتتكلم على جوزيف نيكون، غير اللعيبه الباقيه. لا فرقه تقيله يعني، فرقه كويسه وهتعمل حاجه في الدوري السنه دي. فطبعا احنا بنلعب على قد الامكانيات اللي موجوده، بنحاول الحمد لله ربنا بيكرمنا، لما بنلعب في نلعب على المرتدات. جالك فرصه في ماتش مصر انفراد للاعيب الفيرود المهاجم بتاعي النهارده، تغيير برضه نفس الموضوع، جاله انفراد. الحاجات دي لو جت كان ممكن تقلب الجيم، لكن برضو دي امكانيات الفرقه اللي موجوده، وان شاء الله نعدي الفتره اللي جايه ونحاول ندعم يناير ان شاء الله باذن الله يعني. كابتن سامي عايز اعرف من حضرتك يعني اسباب التصريحات اللي ادلت بيها. هي تصريحات تحمل واقعيه كبيره جدا، بعد مكسب تاني فوز تاني في بطوله الدوري، وانت مش عايز بس الناس واللعيبه تصدق نفسها، وعايزهم بس الموضوع يهدوا كده، ولا دول هم ماتشين وده ما يعولش عليه اكتر من كده. التصريحات الواقعيه دي، البعض قال لك لا دي تصريحات عظيمه جدا من الكابتن سامي الشيشيني، هو مش عايز يلفت الانظار اليه، وهو عايز في نفس الوقت يخلي اللعيبه تتعامل مع الامر على انه يعني من المفروض ان هم ياخدوها ماتش عشان ما يحسوش بالناس نشوه المكسب. ناس تانية قالت لك لا ده الكابتن سامي الشيشيني كده همت فرقته، ما كانش المفروض يقول كده. وجهه نظر حضرتك يا كابتن سامي؟ بص يا استاذ ابراهيم، اللي بيتقال بره مش هو اللي بيتقال جوه. انا برضه في حاجات لما اجي اتكلم مع لعيبتي، انا بيني وبينهم لعيبه عظماء، لعيبه كبار، لعيبه بتتعامل مع ظروف، بتتعامل مع فرقه تانية جايبه اللي جاب ب 100 مليون واللي جاب ب 120 مليون. صحيح. وفرقه تقيله، خلينا نتكلم بصراحه، انت مجمع اللعيبه بامكانيات معقوله يعني محدوده. في فرقه بتدفع 100 و200، وفرقه بتاخد اعراض ب 3 و4 مليون جنيه، انت ما بتقدرش تعمل الحاجات دي. لكن بينه وبينهم لا، هم لعيبه كويسه. صحيح. ولعيبه كويسه جدا، ان هم لغايه دلوقتي يجيبوا 6 بونت من 4 ماتشات مع 4 فرق برضه. تعاقداتك كلها الجديده بالكامل ممكن تبقى عامله لها في حدود كام يا كابتن سامي؟ 13 14 مليون. ما تزيدش عن كده، 13 14 مليون. الفرق اللعيب فيها 13 14 مليون. لا لا ما ده احنا كلنا عارفين. الفرق بس بتكلم كمان على الفرق القديمه. يا كابتن ما احنا شايفين طبعا. لا لا ما هو واضح طبعا. صاعد. بتكلم على الصاعد. ايوه ما انا مع حضرتك والله. سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي شاريين لعيبه كتير بارقام كبيره يعني، ما انا عارف اقول لك بالاسماء اهو.
لا ده انا بقول لك اربعه، في اربعه صفقه واحده ب 27 مليون جنيه. ده بتوع مصر المقاصه اللي راحوا سيراميكا كليوباترا. غير بقى بتوع البنك الاهلي بكام واحسب بكام وشوف الامكانيات ايه. فاللعيبه دي عظماء ان هو بيشتغل لغايه دلوقتي وهم 70 فرق بتدفع فلوس كتير. 70 فرق بقى لها سنين في الدوري الممتاز. صحيح. انا عمري ما قلل من فرقتي بس انا واقعي. لكن بيني وبينهم لا، هم لعيبه تكتيكيه منظمين الحمد لله، لعيبه بتأدي اللي بتقلهم. ناقص بس ان احنا نعمل فينشنج على المرمى، ان احنا نخلص الفرص اللي بتيجي. هي دي اللي ناقصانا. صحيح. جون ايفري جاله انفراد في النادي المصري، انا قعدت ثلاث ايام بلعب على دي. ان انا هلعب على المصري في حته معينه، العب الكوره انفراد تروح تجيب جول، ده بلعب على كده. النهارده اتعملت للصغير نفس الموضوع، اقفل العب على المرتده، اتحطت للصغير انفراد في ال 18 ما جابهاش. خلاص انت بتلعب بقى على امكانياتك اللي موجوده. وانت انت كمدير فني مطلوب منك ان انت توصل اللعيبه بتاعتك للثلث الاخير للفريق الخصم يعني. تنزل تجيبها انت بقى. واللي انت بتلعب عليه بيوصل. بتحاول تقفل وتلعب مرتده. لانك انت النهارده برضه بتلعب على قد ان انت النهارده الفرقه اللي بتلعبك شوف البديل بتاعها مين وتنزله ثلاث اربع عبود على سؤال يغيروا الماتش. كل ماتش بتبقى كده الفرقه الثقيله يعني. صحيح. فانت بتحاول توصل للمرمى، تحاول تجيب اجوان. ربنا يسهلها بقى الفتره اللي جايه، قدرنا نجيب تدعيمه تدعيمتين خلال الفتره الجايه، ربنا يسهلها ان شاء الله يعني. حاطط عينك على حاجه من الفرق الكبيره، اهلي زمالك يعني من الفرق اللي بتخرج لعيبه بتاعتها للاعاره ولا لا؟ اكيد لا يعني. صعبه؟ اكيد لا، مستحيله كمان. انا النهارده هو بياخد كام عنده عشان يجي ياخد كام عندي؟ انا باخد اللعيب الفري او باخد لعيب بيبقى خلاص عقده انتهى، او بحاول اشوف افريقي الفتره اللي جايه. لكن مش هقدر اخد اللعيبه من لعيبه كبار يعني، امكانياتي ما تسمحش ان انا اجيب الامكانيات دي. فبحاول اشوف حد افريقي، اشوف حد مميز مثلا في الدوري فرقه تسيبه، هو ده اللي انا بقدر اتعامل معاه. لا اقدر اشتري لعيب من نادي ولا اقدر ادفع اعارات مبلغ عالي، فباخد لعيبه الفري. طيب اللي اقدر اشتغل بيه دلوقتي يعني. خليني اسالك بقى النهارده على الاعتراض والبطاقه الحمراء، رايك ايه؟ يعني كنت محتد شويه ولا؟ بص يا انا قاعد لغايه في البيت. انا مش مصدق ان انا اتطردت. مش مصدق ان اتطردت ليه؟ انا مش متخيلها وانا قاعد في البيت. انا بص انا اتطردت في ماتش الاسماعيلي السنه اللي فاتت. انا مقتنع ان عاشور اداني الطرد وانا مقتنع بيه ان انا اتطردت، لان انا اعترضت بشكل مثلا ايه قوي. لكن النهارده انا ما اعترضتش على فكره، انا ما اعترضتش خالص. انا اللي حصل كرة طلعت اوت، بقول له يا كابتن اوت ده ليا. قال لي ازاي؟ قلت له يا كابتن ليا، ما هو باينه ان ليا، اقنعني ان هي مش ليا، ما باينه قدام الحكم والناس كلها ان هي ليا. فراح ماسكني ايدي وقال لي اهدى، ما ينفعش تعترض. اللي اعترضت يا كابتن انت مش صغير وبتاع، انت كابتن مفيش مشكله، وانا ايه خلاص انا مفيش مشكله وخلاص. فمسك ايدي فوجئت بيطلع لي انذار. انذار ما انت هددتني وانا هديته خلاص والموضوع خلص وانا ما اعترضتش بشكل غير لائق. طب هو بيمسك ايدك ليه يعني؟ عشان ايه يعني؟ مش هاي. انا مش هو بيهديني، انا برضو بتكلم مع الكابتن طارق السام، هو بيهديني. فانا خلاص انا امتثلت للقرار وهددتني وسكت، فاديته ظهري، اديته ظهري وماشي. وجيت لقيته بيطلع لي انذار. انذار، رحت سادد ايدي من ايه؟ من ايده. اقسم لك بالله ده اللي حصل. لا ما انا شايف. ما هو كابتن حضرتك بتقسم ليه؟ ما هو قدام يا كابتن، ما هو قدامك اهو، ما هو قدامك على الشاشه من غير ما تقسم. ما هو اللي انت بتقوله هو اللي حصل. اقسم بالله انا ما عملت غير كده، ان هو ماسك ايدي ورحت سادد ايدي من ايه؟ من ايده. وانت حضرتك الفيديو عندك. طب معلش بص يا كابتن، انا هاخدها واحده واحده. لا ما هو الفيديو انا بعرضه يا كابتن سامي، انا عارف ان حضرتك مش قدامك شاشه، بس هو واضح اهو ان هو بيهديك. انا حافظ الفيديو، انت مش قدامي، انا مش قدام الشاشه بس حافظ الفيديو. ايوه اهو، هو الراجل اهو بيمسك ايديك بيهديك. بيهديني. وراح مديلك بطاقه. في حاجه بقى بتشيل ايدك من ايده وايه وماشي. وخديت ظهري، اديت ظهري وايه؟ وماشي. لا هو الحقيقه برضو كمان انذار. طلع لي انذار. فانا استغربت، انت بعد ما هددتني وانا هديت وخلاص وامتثلت لقرارك طلع لي انذار ليه؟ انا ما اعترضتش في حاجه، انا ما قلتش حاجه غلط، انا بعترض على كوره رمي التماس. وهو كمان المفروض ان هو زعل بقى انه انت زقيت ايديك من ايديه، فراح مديلك البطاقه الحمراء. انا اللي ماسك ايدك، مش انا اللي ماسك ايدك، حضرتك اللي ماسك ايدي. لا هو اصلا ما ينفعش يمسك ايديك اصلا يعني، هو حتى لو بيهديك ما ينفعش يمسك ايديك بامانه. انا شادد ايدي من ايده، فجاه لقيت طرد احمر. انا مش فاهمه ليه، انا مش فاهم انا اتطردت ليه. مش فاهم اصلا خدت انذار ليه، عشان بعترض على اوت؟ ما انا من حقي اعترض على اوت، وانا هخلص يعني اقفل احط ايدي على بوقي واخلص؟ ما لازم اطلع الكابتن اللي جوايا او اللي قدامي بعترض ان هي مش اوت. فانت حضرتك هديتني وانا هديت ومشيت، بتطلع لي انذار ليه؟ يعني بصراحه انت اول اعتراض ليا، يعني اول اعتراض ليا في الماتش، يعني ما قلتش مثلا مرتين ثلاثه خيت معاك ولا عملت مشكله؟ فانت حضرتك هديتني وانا هديت وخلاص ايام امشي، رحت جايبني تاني تقول لي خد انذار. اديني انذار ليه؟ ما انا خلاص انا مشيت وهديت وقلت لك معلش يا كابتن ومشيت، روح مطلع لي الاحمر. طب
طيب يعني هو هي 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 اه فاهمها لغايه دلوقتي. هي بيني وبينك يعني بصراحه يعني انا ما شفتش في اي يعني كابتن طارق مجدي على الدماغ من فوق وكل حاجه، بس انا بشوف حكام كتير في كل حته. وانا بحترمه يا كابتن ابراهيم. اه ما انا لسه بس رايح اقول لحضرتك في جزئيه، يعني انا بشوف ماتشات كتير وبنشوف حكام كتير، ولو هو بيتكلم مع مدير فني على الخط بيهديه بيشاور له بايديه، ما بيمسكش ايديه، يعني هو هيشاور له كده بالراحه، ايه ده بتاع، هيشاور بايديه كده، لكن فكره ان انا امسك ايد المدير الفني وهو متنرفز وفي لحظه عصبيه ما لهاش لازمه، احنا مش في خناقه. طيب في الشارع عشان امسك حاجة. ايدي انا مش انا 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 انا, آه. أنا شلت ايدي، انا شلت ايدي من ايدك. نعم انا شلت ايدي. هو اتضايق بقى فراح مدي لك بطاقه حمراء. طب بتتضايق مني ليه؟ انت حضرتك ماسك ايدي فبشيل ايدي من ايدك، تديني احمر ليه؟ طب انا لا تلفظت بلفظ. طيب هل هتقدم اي التماس يا كابتن سامي؟ هتقدمه اي التماس؟ انا هقدم لمين؟ هقدم لمين؟ للجنة؟ هقدم ايه؟ ما انا هقدم ايه؟ وايه القرار اللي طلع اصلا عشان اقدم عليه؟ اقدم على ايه؟ انا ما عملتش حاجه غلط. انا ما عملتش في الماتش. بص يا ابراهيم، انا لو عملت حاجه غلط انا مش هتكسف. انا بقول لك ماتش الاسماعيلي اتطردت من محمود عاشور، وانا بقول لك اتطردت عشان ده قرار صح منه. اكتر من كده؟ لا لا لا. ده انا بتاع النهارده، انا لغايه قاعد في بيتي دلوقتي انا مش عارف اتطردت ليه. واللي في الملعب كلهم بجهازي بالجمهور مش عارف انا اتطردت ليه، عشان شلت ايدي من ايد الحكم اطرد. انا مش فاهم ليه. بس انت حضرتك انت عندك الصوره وعندك الفيديو. عرضتها عرضتها والله يا كابتن. طب قول انا اتطردت ليه. انا نفسي بقول لحضرتك تصرف، انا نفسي بقول انه يعني بقول انه تصرف الحكم اصلا ما هوش التصرف الامثل. مالكش دعوه بايد مالكش دعوه بايد اي مدير فني، يعني مالكش دعوه باي. لا انا بقول انا مفيش تلامس أنا اصلا. مش من المفترض انه يبقى في اي نوع من انواع التلامس اصلا. يعني هو بيهديني وانا هديت خلاص. انا بقى مشيت اديته ظهري وماشي، لقيته مطلع لي انذار. طلع لي انذار بعد ما هدتني، رايح جاي بس انا شاد ايدي من ايده ومشيت، فجاته مطلع لي احمر. انا لغايه دلوقتي مش مصدق. طيب انا مش فاهمها ليه. طيب اسال حضرتك بقى على الماتشات اللي جايه، الماتش اللي جاي قصاد مين وناوي تتعامل معاه ازاي فنيا؟ عندي الاسماعيلي. الاسماعيلي طبعا فرقه كبيره وفرقه محترمه وعندها امكانيات عاليه، بس هم طبعا عندهم ضغوط زي بالظبط. يعني انا يمكن انا اهدى شويه. يعني انا اهدى، انا عندي 6 بونت، لكن الاسماعيلي بامكانيات دي باللعيبه دي بالتدعيمات اللي جابوها بملايين خلال الفتره اللي فاتت، الاسماعيلي عنده 3 بونت على ما اعتقد. ايوه ما هو كبيره النهارده متعادل مع البنك 0-0. انا الضغطه بتاعتي ان انا اتغلبت ماتشين ورا بعض، لكن في نفس الوقت انا 6 بونت. يعني 6 بونت وفي حته كويسه. لا هو الاسماعيلي بامكانيات بكيان باسم 3 بونت، فهيجي طبعا عنده شراسه، هيجي عايز يكسب. انا نفس الموضوع، عايز اخرج من اللي انا فيه بمكسب ان شاء الله باذن الله، اخد 3 بونت او في نفس الوقت ما اخرجش مهزوم. ففي ليها تكتيك معين، واتفرجت على الماتش النهارده، بنقطع الماتش وبنشوفه ونحاول نلعب بقى على سواء نقاط القوة اللي فيها ونقاط الضعف اللي موجودة عنده. يعني ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله يا كابتن سامي، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا كابتن سامي الشيشيني المدير الفني لنادي اسوان. حاجه جزئيه بس ديت عقب عليها في يعني في وقته سريع جدا جدا اللي كان بيتكلم فيها كابتن سامي، تعامل الحكم. الحكم مش من المفترض ان انت تهديه، احنا مش اصحاب، والعلاقه اللي احنا مش في الشغل. يعني مثلا انا وعم فكري هنقول له ايه ده عم فكري، ولا اقول له ايه ده ابراهيم ويحط ايده على ايدي وبتاع. لا مش كده، لا احنا في حرم، في ملعب، في مباراه كره قدم، وانا مشدود وانت مشدود والاعصاب مشدوده. شاور لي بايدك كده، ده كابتن في ايه يا كابتن؟ ما فيش موضوع يا كابتن، الكره ما اعرفش كذا، مش عارفه ايه. طب انت شايفني ان انا برضو متنرفز، اديني بطاقه صفر. لكن انت حضرتك هتمسك ايدي وانا متنرفز، هشيل ايدي من ايدك، انت هتتضايق تقوم مديني بطاقه حمراء. طب تديني ليه يعني؟ فبرضه دي من الامور اللي لازم حكامنا ياخدوا بالهم منهم، يعني ياخدوا بالها، خد بالك من القصه ديت. ما انت برضه هتعامل بني ادم، انت هتعامل بني ادم، يعني مش هو اصله مش هيبقى يعني ايه لوح تلج ولا هيبقى بلاستيك، فاللي هو يعني هيفضل انت ماسك ايده وسيب ايه عام. لا ما لازم يبقى فيه ذكاء في الحته ديت علشان خاطر اديلك براحل الاعتراض. ما هو الكوره فيها اعتراض، بس ازاي بقى انا كمان كحكم ادي لك البراح ده من غير ما انت ما هتتخطاه، ويوم ما تتجاوزه بالفعل او باللفظ مش انا المتسبب، هتعامل معاك بالقانون. فدي جزئيه مهمه جدا. طب اتحول الى الحديث عن النادي الاسماعيلي ولقاء اليوم والتعادل مع البنك الاهلي. انا معايا على التليفون كابتن محمد وهبه المدير الفني الحالي للنادي الاسماعيلي. كابتن وهبه اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل. الله يخليك كابتن ابراهيم. اخبار حضرتك يا كابتن؟
والله تمام الحمد لله. انا عارف ان الظروف صعبه جدا، يعني الظروف تولي المهمه الفنيه في نادي الاسماعيلي ظروف صعبه جدا. الكابتن طلعت يوسف يعني تم الاعلان عن انه مديرا فنيا للفريق، وبعدين اعتذر بعدها ب 48 ساعه وقالت المهام كلها الى حضرتك علشان خاطر حضرتك تكون موجود في اللقاء ده. وكنت اعلم حتى كمان لو انه الكابتن طلعت يوسف كان موجود او كان هيبقى يعني على راس الجهاز، كنت حضرتك برضو كده كده اللي هتقود هذه المباراه من الناحيه الفنيه. اشرح لي الملابسات دي وهل ليها كان تاثير على الفريق ولا لا؟ اولا نتمنى الاول الشفاء لبنت الكابتن طلعت يا رب. اللهم امين، لان ده الاهم اي شيء، صورته وعيلته. والكابتن طلعت رمز كبير وشخصيه كبيره جدا، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى خلاه يطمن على بنته، وده المهم. بعد كده نرجع لموضوع الكوره. اتفضل. الاحداث اللي حصلت احداث سريعه جدا في 24 ساعه، كانت متغيرات كثيره جدا، وكابتن طلعت كان عامل رابيد تيست وكان هيكمل وكان موجود معانا على البنش، وده في حد ذاته قوه للفرقه وقيمه طبعا. ولكن الاحداث المتلاحقه بالسرعه دي خلت في نوع من الاحداث اللي هي فيها تشتيت ذهني كبير جدا، وده كان بالنسبه لي بحاول انا اعالجه بسرعه، خصوصا وان الاسماعيلي خارج من مباراه مع الجونه في عدم توفيق. الاسماعيلي بقيمته ومكانته الحاجات دي كلها بتبقى ضغوط على اللي موجودين. صحيح. وعلى اللعيبه، خصوصا ان كان في لعيبه كتير صغيره في الفرقه. لكن الحمد لله انا شايف النهارده ان الولاد كانوا مركزين كويس جدا، وانا دي حاجه اسعدتني. ممكن يكون في عدم توفيق ان احنا ما كسبناش، ولكن هم كانوا واقفين مع بعض في الفرقه كويسين منظمين، وصلوا لكل كتير عقوال. وانا مستغرب برضك فرصه ان انا بتكلم معاك، ان مستغرب ان الحكم لغى هدف مالوش اي تفسير ومن غير ما يرجع للفار. يعني الكلام ده لو كان بيحصل زمان مثلا كان هو مقبول، كان الحكم ما عندوش مرجع. لكن دلوقتي انت صفرت على جول بثلاثة بونت وما اديتناش اي ادفانتج ان انت حد تبص عليه ولا تراجع ولا تعمل اي حاجه. وتقول انا صفرت، ما هم قانون الكوره وقانون الفار انت ويت اند سي، يعني كنت استنى وتشوف وبعدين تحكم. فانا يعني برضك دي مش عايزين نتكلم في التحكيم، ولكن انت عندك ادفانتج ان انت تبص مره واثنين وثلاثه وتلغي. لكن انت يعني ده ماتش بثلاثه بونت، والماتشات اللي زي دي مع فرقه البنك الاهلي مش فرقه صغيره، عامله تدعيمات في 20 لعيب تقريبا او 25 لعيب، وفرقه فيها عناصر كويسه جدا. فانت عشان كنت كسبها في الظروف اللي انت فيها دي، حاجه ايجابيه كانت بالنسبه لنا جدا واحنا كنا محتاجينها. انا الموضوع ده بالنسبه لي برضك مزعج جدا، ان انت ادينا حقنا. بص حضرتك الكوره انت بتحيدها دلوقتي، ايوه، مفيش فاول، مفيش فاول خالص. وبعدين ده طبيعي احتكاك، بنلعب كوره ما بنلعبش طايره ولا سله، يعني ده طبيعي في احتكاك. والاحتكاك اللي موجود مفيش فيه اي حاجه تحسب. بص حضرتك بترجعها صح؟ ايوه. مفيش فاول. حتى التحكيم النهارده لما جم الاستديوهات ان انا بلغوني الناس، انا ما كنتش طبعا بتفرج، مفيش اي حاجه. لو في فاول عليهم هم، مفيش اي منطق يخلي حاجه زي كده تحصل. معلش خلينا المواد ده في من الاثنين لعيبه بيشدوا في بعض، يعني مفيش حاجه عادي. اللي هو الكوره اهو، حتى الاستوديو التحليلي بتاع التحكيم عندكم في القناه له نفس الكلمه دي، ده عادي جدا في الكوره. الاثنين بيشدوا في بعض. طب حتى كمان كان ادى لنفسه فرصه يتفرج عليها يعني، ويدي الحكم يعني. بالظبط. يعني ادى لنفسه، احنا مش عاملين الفار شياكه، ما اعرفش الحكام بتوعنا ايه بقى الحكايه. بالظبط بالظبط. لكن عموما الولاد وصلوا جول كتير، كان في النهارده اداء افضل من الاول كتير. طبعا محتاجين وقت، محتاجين وقت كتير جدا عشان يبقى في افضل. لكن هم عندهم خلقنا فرص، وصلنا للجول. يعني الحمد لله. انت برضك تبص على فرقه الانتاج، ما حدش يقول مثلا الانتاج كان وحش، مش فرقه البنك الاهلي مش وحش. أيوة. لكن انت اللي ضغطت عليهم وخليتهم هم اللي بقى عندهم الحاله دي. صحيح. طيب خلينا نسال حضرتك، الموقف هيبقى عامل ازاي بقى يا كابتن وهبه بعد المباراه دي؟ يعني مين اللي هيتولى المهمه الفنيه؟ حضرتك مستمر ولا في مدير فني تاني ولا ايه الموضوع؟ انا ما شغلتش بالي خالص ولا فكرت في اي حاجه في الجزئيه. يعني كان كل اللي يهمني رقم واحد ان الكابتن بتاعته بيتكلم معايا، قال لي محمد ادبيا الوضع كده كده كده، وكمان النادي الاسماعيلي نفسه واي مكان هتتواجد فيه لازم تدي بنفس المنطق، لازم انت عندك ظروف معينه لازم تتواجد فيها وتأدي الدور اللي مطلوب منك. بكره ده هيحصل فيه، انا ما كنتش شاغل بالي بيه خالص. الفتره اللي جايه طبيعي ان انت من النهارده لماتش اسوان ثلاث اربع ايام برضك هتدي الناس فرصه ان هي تختار براحتها.
لكن من دلوقتي لغايه اسوان ان شاء الله هنشتغل عادي ونحضر نفسنا عادي، لكن ما عنديش اي حاجه اقدر اشغل بالي بيها غير ان انا اهم حاجه ان الفرقه ان شاء الله تاخد خطوه لقدام ان شاء الله باذن الله. طيب اذا احنا حضرتك بتتكلم انه ما يشغل بالك هو هذا الامر، يعني تنزل بكره للتمرين مدي للعيبه راحه يعني؟ لا احنا بقى لنا 10 ايام ما خدوش راحه خالص، ضغط المباريات، فانا حبيت كمان اعمل يعني مش جهد بدني بس، حتى نفسيا الاولاد يخرجوا ويتبسطوا ويغيروا جو شويه عشان يجوا بطاقه ايجابيه جديده نقدر نركز في المباراه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مهم جدا مع اسوان. وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونرجع 3 بونت باذن الله. اخبار ملف الاصابات ايه؟ اما دي نقطه برضك مؤثره جدا، يعني النهارده بالاسماعيلي احنا عندنا عناصر مؤثره جدا هجوميه، يعني فخر كورونا، عبد الرحمن مجدي مفتقدين ومصاب، عماد حمدي مصاب، باهر مصاب، عندنا 4 5 عناصر مؤثرين بطريقه كبيره جدا، ولكن الحمد لله اللي موجودين النهارده قدوا، وان شاء الله ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه الاصابات ترجع، خصوصا الاسماعيلي بعد اسبوعين تقريبا او اسبوعين ونص عنده بطوله عربيه. ايوه الخطوات اللي ماشيه ورا بعضها والماتش كل 4 ايام في الظروف دي مرهقه جدا جدا. صحيح. طيب على ذكر موضوع البطوله العربيه، قرارات الاتحاد المصري يا كابتن وهبه كانت بتقول انه الفرق كلها والمنتخبات ممنوعه من المشاركه في البطولات الوديه، وكما حضرتك تعلم انه البطوله العربيه هي بطوله ليست مدرجه وفقا للاجنده لا الدوليه ولا اجنده الكاف، وبالتالي هي خارج هذه الاجنده. يعني كيف سيتعامل معها الاتحاد المصري لكرة القدم؟ هيتعامل معها على ان هي منافسة من المنافسات اللي هتشارك فيها الاندية المصرية والمشارك فيها الوحيد هو النادي الاسماعيلي، ولا هتتعامل على ان هي بطولة ودية غير مدرجة دوليا وبالتالي لن يشارك فيها النادي الاسماعيلي او لن يستمر فيها النادي الاسماعيلي؟ انا بالنسبة للاحداث اللي احنا شايفينها اهم حاجة سلامة اللاعبين وسلامة المسؤولين اللي موجودين. اي حاجه البطوله بالنسبه لنا مهمه جدا، واحنا الحمد لله كان عندنا مكسب في اسماعيليه، فان شاء الله الماتش اللي جاي ده مهم جدا، ولكن القرار الاساسي هيكون خارج من الاتحاد. لكن اللي انا شايفه على المستوى العام للاحداث اللي بتحصل على مستوى الوطن العربي وحتى اوروبا ان الموضوع خطر جدا، او المرحله اللي احنا فيها دلوقتي فيها نوع من نشط جدا لفيروس كورونا. فانا متهيألي لان من الاسماعيلي الماتش اللي فات راح وراح يعني المغرب ورجع من المغرب. صحيح صحيح. وبعد فالافضل دلوقتي ان القرار يبقى واضح ومن بدري. طيب على كل إن انا بتمنى حضرتك كل التوفيق وبتمنى للنادي الاسماعيلي كل التوفيق فيما هو قادم، ان شاء الله باذن الله الامور والملفات كلها يتم التعامل معها بشكل لائق، سواء عوده المصابين او حتى كمان الاستقرار على مستوى الجهاز الفني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن وهبه. طيب شباب قولوا لي معانا مين؟ طيب اتحول لملف مهم جدا، هو ملف الكره النسائيه. زي ما حضراتكم عارفين وتابعتوا هنا منتخبنا الوطني للشباب للسيدات كان عنده مباراه امام المنتخب اللبناني، وبعديها بدانا نسمع كلام عن اصابات بفيروس كورونا في صفوف المنتخب. نعرف ونطمن ونعرف الدنيا ماشيه ازاي مع تليفون كابتن احمد رمضان المدير الفني للكره النسائيه ومنتخبنا الوطني للشباب. يا كابتن اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الفل. اهلا مساء الخير يا كابتن ابراهيم، والحمد لله على سلامتك. الله يسلم حضرتك ويحفظك من كل سوء. طيب خليني الاول اطمن منك على بناتنا عاملين ايه وصحتهم عاملين ايه عامله ايه، وهل هم فعلا يعني مصابين بفيروس كورونا البعض منهم ولا لا؟ والله احنا لما عملنا اول كابتن عملنا اول مسحه اول ما جينا في اول يوم طلع عندنا 5 بنات. 5؟ والخمس بنات تم عزلهم وروحوا بيوتهم، في بس بنتين عاملين لهم عزل في دور تاني لوحدهم ما بيخرجوش خالص، وده كان بناء على طلب عائلاتهم ان هم يستمروا في المعسكر. واستدعينا 5 لاعبات تانيين ولعبنا الماتش، لعبنا ماتش لبنان الاولاني. كان عندنا كنا احنا داخلين المعسكر ب 20 لعيب، كان عندنا 15 لعيب موجودين، فلعبنا ماتش لبنان بال 15 لعيب الاولاني. بكره احنا ان شاء الله عندنا المباراه الثانيه. عملنا النهارده البي سي ار ومنتظرين النتيجه ان شاء الله، وبناء على النتيجه ان شاء الله بنحدد كل حاجه بكره ان شاء الله.
طيب احنا بنتكلم على 15 لاعب او 15 لاعبه دلوقتي هم اللي موجودين في صفوف الفريق، ودول اللي اتعمل لهم مسحه والمفروض نتائج المسحه تطلع النهارده. طيب لا قدر الله، لا قدر الله اذا طلع في عينات ايجابيه هيتم التعامل وفقا لايه؟ يعني ايه الرقم او العدد اللي بناء عليها تقولوا لا هنشارك في المباراه او لا نشارك في المباراه؟ احنا استدعينا خمسه تانيين ووصلوا وعملنا لهم المسحه مع اللعيب. يعني احنا عندنا دلوقتي قوام المنتخب 20 لعيب. كمل تاني 20. كمل تاني 20. طيب مسائل العزل بقى يعني اتعملتوا فيها ازاي؟ هل تم فصل بقى بعد ما حصلت المشكله دي، تم فصل كل لاعيبه في غرفه منفصله ولا الموضوع ماشي ازاي؟ بالظبط كده، احنا عندنا ال 20 لعيبه موجودين كل بنت في اوضه لوحدها. وعندنا الجهاز كل واحد في اوضه لوحده. وفي ما فيش تحرك جوه الاوتيل. احنا كمان الاوتيل احنا وفريق لبنان بس في الاوتيل دوت، ما فيش حد تاني خالص غيرنا. فيعني في سهوله جدا في التعامل مع الحاله دي. البنات كلها لابسه الماسك، لابسه القناع، كل بنت في المطعم في ترابيزه لوحدها. يعني احنا بنتعامل فيها اعتقد يا كابتن ابراهيم زي الاهلي او الزمالك او المقاولين. الحالات اللي بيحصل فيها كورونا ثلاثه اربعه بيتم عزل الناس والباقي بيبتدي يشتغل وبيكمل والدنيا بتمشي بدون اي مشاكل وبدون اي حاجه. طيب الخمس بنات اللي عندهم اصابه بفيروس كورونا صحتهم عامله ازاي؟ وهل هم عندهم يعني احساس بالاعراض بتاعت الفيروس ولا الامور خفيفه يعني؟ لا مفيش اعراض. انا لسه كنت بتكلم من شويه مع البنتين اللي مشوا، جايده وليلى. والبنتين زي الفل، بس مفيش اللي ممكن. مش جايده دي كانت بتلعب؟ جايده لعبت وبعد ما عملنا تيست تاني فلقينا ان هي عندها الكورونا فبعد. لكن دي كانت بتشارك في المباراه انا فاكر. هي اشتركت اخر ربع ساعه. فطبعا احنا كلمت ليلى وليلى مشيت طبعا قبل المباراه بيوم. لما جالنا، لان المشكله يا كابتن ابراهيم ان المعامل المركزيه احيانا بتاخر عليك النتيجه. فالحاله الاولانيه احنا انا قلت لحضرتك ان هم خمسه. ايوه. الاربعه الاولانيين ظهروا نفس بعتوا لنا بيهم فاكس او بعتوا لنا فيهم على الواتس تقرير. وبعدين بعتوا الباقي كله نيجاتيف. وبعدين تاني يوم بعد الماتش قالوا لنا ان بعتوا لجايده وجايده بوزيتيف. يعني البنت شاركت وهي كانت اصلا ايجابيه. لا احنا شلناها يا فندم، احنا شلناها على طول من الماتش. وعملنا التحليل تاني وجه باباها واخدها وعملوا التحاليل واخدوها بره المعسكر على طول. واحنا عملنا التيست لبقيه البنات كلها. طيب اهم حاجه صحتهم كويسه يعني؟ لا البنات زي الفل ومفيش اي مشكله وروحهم المعنويه يعني مرتفعه جدا. بالرغم ان حضرتك عارف ان في بعض التنمر اللي حصل بعد المباراه. يعني اثر فيهم الموضوع ده يعني ولا؟ هو البنات يا كابتن يعني تعليمهم كويس قوي وثقافتهم عاليه. والحقيقه يعني هم بيأدوا اداء مشرف جدا وبيتمرنوا معايا بقالهم 50 يوم. وعايزين يعملوا حاجه لمصر. يعني لو حضرتك شفت البنات في الباص جايبين الاغاني ايه وبيشتغلوا ايه قبل واحنا ماشيين رايحين نلعب. يعني الناس اللي بتتنمر ديت يعني كانت هتفكر مره واثنين وثلاثه قبل ما تقول اي حاجه عن البنات. وبعدين البنات دي بتغير شكل الكره النسائيه في مصر. حضرتك اتفرجت على الماتش يا كابتن ابراهيم؟ اتفرجت عليه يا فندم وانا بعرض منه كمان دلوقتي لقطات. اتفرجت. ما انا عرفت منين قلت حضرتك كانت انه في بنت كانت شاركت. اتفرجت على الماتش كويس. ايه راي حضرتك انت في الاداء؟ مستوى كويس الحقيقه، ومحتاجين شغل ومحتاجين كمان تحفيز اكتر، بس مستوى كويس مقارنه طبعا بالوقت اللي حضرتك بتتكلم فيه. محتاجين شغل ان شاء الله باذن الله، نشوف منهم حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله يعني. يعني منتخب لبنان يا كابتن ابراهيم بقاله سنتين مع بعض. كسبان بطوله غرب اسيا، كسبان الاردن 3-0، كسبان البحرين، كسبان الامارات، كسبان فلسطين، كسبان العراق. ده اول مباراه يختاروها
وكانت قدام فرقتنا واحنا لسه متجمعين بقالنا 45 يوم فقط. ففي في في شغل كتير احنا شغالين عليه وفي مجهود محطوط من الجهاز الفني، وكل هدفنا ان شاء الله ان احنا نحط مصر على الخريطه الدوليه، نرجع مصر للترتيب الدولي العالمي، ويبتدي يبقى عندنا كوره كويسه زي ما عندنا باسكت بول كويس، زي ما عندنا فولي بول كويس، زي ما عندنا لعيبه سكواش كويسه. احنا مصر تستحق انها تكون في مكانه ثانيه خاصه بكره القدم السيده. ان شاء الله باذن الله كل تمنياتنا ليكم بالتوفيق، وبشكرك شكرا جزيلا يا كابتن احمد، كابتن احمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر للشباب بقى تحت 20 سنه. طيب هروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل السريع بايه قصه بقى، ايه قصه فرجاني ساسي وايه قصه مصطفى محمد وايه ايه الموضوع بقى، الدنيا فيها ايه؟ هقول لحضراتكم كل حاجه بعد الفاصل السريع اللي جاي، نعرف كل اخبار نادي الزمالك. طيب قبل ما اتكلم في اي اخبار تخص نادي الزمالك، وزي ما حضراتكم عارفين لان احنا دايما برنامجنا من الجمعه الى الاثنين، فما كناش امبارح ما كناش بنظهر لحضراتكم على الشاشه، فخلونا نتقدم بخالص العزاء لجماهير نادي الزمالك في وفاة المغفور له بمشيئة الله مستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، ربنا رب يرحمه ويغفر له ويرزقه الجنة ويصبر ويثبت أهله بمشيئة الله. ظرف صعب جدا الحقيقة، يعني لأنه هذا الرجل تولى المهام في توقيت صعب وفي ظروف صعبة، وأصيب بفيروس كورونا واختفى عن المشهد لفترة أعتقد وصلت ل 13 أو 14 يوم كان فيها مصابا. بتمنى لأسرته يا رب الصبر والشفاء إن شاء الله بإذن الله، لزوجته وبنته إن شاء الله بإذن الله يرجعوا سالمين غانمين. زي ما بقول لحضراتكم موقف صعب جدا جدا. وعلى ذكر هذه المواقف الصعبة خليني أقول لكم أنه بأمانة بقى ومن غير أي مواربة، يعني الفيروس في الموجة دي موجة كبيرة، يعني ما فيهاش تزويق، مش هعرف أزوقها. يعني زمان أول ظهور للفيروس فكنا نقول لك طيب ما هو ما فيش دوائر، ما فيش حد قريب مننا، فيقول لك أنا أعرف واحد صاحبي، يبقى واحد صاحبه هناك قريبه كان شغال في مكان في حته فلانيه، ليه بقى واحد قريبه اتصاب بقى بفيروس كورونا، فيقول له يا وايه بقى ها وايه الاصابه دي عامله عباره عن ايه، فها كده اللي هو الاتصال الشبكي غير المباشر ده. وبعدين بدانا ايه انها تقترب، فتلاقي في الدوائر القريبه يقول لك لا ده قريبي من بعيد اتصاب. بعدين دلوقتي اي واحد فينا هتساله مين اتصاب يقول لك فلان الفلاني، اسم بالاسماء بقى، يقول لك ابراهيم فايق فلان الفلاني فلان الفلاني فلان الفلاني فلان الفلاني، هتلاقي اسماء. مش بقى لا ده الدوائر كمان بدات تتقاطع مع بعضها، فتلاقي الدايره بتاعتك تتقاطع مع الدايره بتاعت فكري، تتقاطع مع الدايره بتاعت توني، تتقاطع مع الدايره بتاعت عمار، خلاص الدوائر كلها بدات تتشابك مع بعضها، فتقدر تعرف خلاص مش محتاجه يعني هي يعني فلسفه يعني انه الفيروس منتشر يعني. فاللي احنا بنتمناه انه الناس تاخد بالها من اجراءاتها الاحترازيه قدر المستطاع، يعني لانه فعلا موضوع الكمامه والتباعد والكحول والحاجات دي هتقيك الى ابعد مدى، يعني انت بتحاول على قد ما تقدر تهرب من الايه من القصه ديت. فربنا رب يعديها على خير هذه الايام الصعبه جدا، وهي محنه صعبه جدا الحقيقه. يعني الزمالك اخطر فرجاني ساسي بتسليم مستحقاته المتاخره الاسبوع المقبل. هكلمك في الخبر، الخبر بيقول كده انه الزمالك اخطر فرجاني ساسي انه يا سيدي كل مستحقاتك هتاخدها ان شاء الله باذن الله الاسبوع المقبل بحد اقصى يوم الثلاث ان شاء الله باذن الله، كل ما يعني لك عند نادي الزمالك هتتقاضى. طيب ده الخبر عشان حضراتكم تبقوا في الصوره، يعني الراجل له مستحقات، هو له مستحقات، فبس عشان يعني ايه تبقى الامور واضحه وصريحه. فرجاني له مستحقات متاخره، طيب ده نحطه على جنب، نتكلم بقى في الجزئيات الثانيه، جزئيه التجديد من عدمه. الراجل قال لك ادوني مستحقات متاخره، مقدم تعاقد، انا موجود في نادي الزمالك. الموضوع يا جماعه احنا يعني في مصر بنتعامل مع الملفات كتير بالعاطفه. هم ملف
بالنسبه للعيب ما بيكونش ملف عاطفي يعني، هو بيتعامل معاه بهدوء، وفي النهايه فرجاني لعيب محترف، ركز بس، فرجاني لعيب محترف، لاعبا قادما الى نادي الزمالك، جاي من تونس، لعيب دولي، لعيب عنده امكانيات فنيه عاليه، استفاد بنادي استفاد منها نادي الزمالك، وفي نفس الوقت هو استفاد من شعبيه وجماهيريه نادي الزمالك العريقه. فالموضوع له علاقه بصيغه التعاقد، حضرتك عايز كذا واحنا هنتفق على كذا، ومستحقاتك المتاخره تاخدها بالشكل الفلاني. فعشان الناس تبقى بس ايه فاهمه الموضوع كله، ما فيهوش اكتر من كده ولا ابعد من كده. فكره ان ده هتديني مستحقاتي لانه ده طبيعي عشان انا اكل عيش، عشان هي دي شغلانتي الطبيعيه، وعلشان حضرتك هتديني مقدم التعاقد بتاعي علشان خاطر اقعد، عشان انا في النهايه شغلتي الاولى والاخيره هي كره القدم. فرق بقى ما بين ده وما بين فكره الحب. يعني مثلا هجيب لك من انا مثلا المكان اللي انا بشتغل فيه بحبه جدا جدا، بحبه جدا جدا، بس انا في النهايه يعني مع حبي بقى وتقدير المكان، لو غيب عليا شهر اتنين تلاتة هستحمله، الرابع برضه هستحمله مفيش مشكله، الخامس برضه ها يعني ماشي هنحاول، بس السادس هقعد في ايدي خلاص هعمل ايه؟ فانا بحب المكان بس ادوني فلوس واضحه هي وصريحه. بحب المكان، بضرب المثل على نفسي اهو، بحب المكان وبموت فيه يعني خلاص ده مكاني بيتي، بس طب ادوني فلوسي، طب عقدي بيخلص، طب نتفق على حاجه تساوي كذا. فالموضوع ده يا جماعه عايزين نفرقه من بعضه، نفرقه من بعضه. يقول لك مش انت بتحب؟ اه بحب وصبرت يعني اديت اماره. فدي جزئيه فرجاني ساسي. ففرجاني هتحضر الفلوس، هتحضر الامور الماديه، الاتفاقات هتحصل، الراجل شايف حب وتقدير كبير من نادي الزمالك. طيب هل وارد تحصل في الامور امور؟ انا بقى اقول لك بحكم الخبره وبحكم بقى ما نتعامل فيه من اخبار ومفاوضات وما الى ذلك ومستحقات متاخره، وارد كل حاجه. افتح كل دماغ كده لكل حاجه ممكن تحصل. المفاوضات والتفاصيل بتاعتها ديت فيها متغيرات اسرع مما تتخيل. لكن المشهد انا نقلته لك زي ما هو ما حصل، ممكن بكره يبقى في حاجه تانية، بعده يبقى في حاجه تانية هنتكلم فيها. ايه مشهد مصطفى محمد؟ انا كنت صادق معاك من اول يوم لما قلت لك انه مصطفى محمد متمسك بالاحتراف، وده الخبر اللي انا بكلمك فيه النهارده، وده اللي باكده لك تاني يعني يمكن للمره الخامسه او السادسه في البرنامج ده. مصطفى محمد متمسك بالبقاء في نادي، غيروا بقى العنوان خلاص، احنا خلصنا فرجاني فدخلنا في مصطفى، فياريت نصحصح سوا مع بعض. فمصطفى محمد تمسكه بالبقاء داخل نادي، تمسكه بالاحتراف، عفوا انا اسف، تمسكه بالاحتراف ده له علاقه بانه هو شايف قدامه محمد صلاح. طيب ايه القصه بتاعت مصطفى؟ مصطفى من الاخر بقاله يوم او اتنين بيحاول بشتى الطرق مع الوكيل بتاعه انه يجتمع مع نادي الزمالك عشان العرض الجديد جه، عنده عرض جديد من سانت تيان. فهو لحد دلوقتي ما قدرش ان هو يتحصل على حد من مسؤولي نادي الزمالك، والنهارده كمان حاول انه يقعد مع حد من مسؤولي نادي الزمالك، قالوا لا يعني مش النهارده، بكره هيبقى فيه جلسه. فمن المفترض انه بكره هيبقى فيه جلسه لبحث المساله المتعلقه باستمرار مصطفى محمد او رحيله عن نادي الزمالك. عايز اقول بس حاجه مهمه جدا، مصطفى لعيب واعد وعظيم، واكتر من دافع عنه في هذا البرنامج هو العبد الفقير الى الله. فكره عدم استمراره في نادي الزمالك ليست لها علاقه بانه مش بيحب الزمالك او هو مش ممتن للزمالك، هو الامر بالنسبه له انه هو عايز اخد تجربه الاحتراف. خلاص لو اتفقنا على كده تعال نكمل الباقي. الباقي بقى هو اللي انا شايفه على السوشيال ميديا من يعني نوع من انواع الغضب اللي فيه جزء منه مبرر، لانه الجماهير لازم تغضب، ما تبقاش جماهير كوره لو مش هتغضب من اللعيب بتاعها اللي هي بتحبه هيمشي. جزء منها مبرر وجزء منها بشوفه مش مبرر. الجزء المبرر انه لا وما كانش ده العشم، وانت كنت المفروض تقعد معانا، ولا وتكمل في الفرقه ودي فرقتك وازاي وتمشي، واحنا والنادي الزمالك وهو اللي علق اسهمك وهو اللي خلاك تبقى موجود في نادي الزمالك يا مصطفى. طيب ده الجزء المبرر على فكره. الجزء غير المبرر انك تقوم جايب فاس وروح تقوم هادم الراجل، يقول لك ده انت ما كنتش لعيب كوره.
كده احنا بنهجس. الجزء المبرر انك يعني تشوف انه اللي هيعمله مصطفى ده لا ما ينفعش، ازاي تسيبنا، ده احنا ده الزمالك فضله عليك. جزء غير المبرر انك تقول له لا ده انت وانت مهاجم يا راجل، هو انت تعرف حاجه عن الهجوم؟ لا ده ما لهوش بقى علاقه باي حاجه، ده احنا كده لا احنا بنتكلم بقى لا وجهه نظر نقديه ولا وجهه نظر فيها غضب ولا وجهه نظر كذا. مصطفى بالمناسبه منقطع عن التدريبات بقى له 4 ايام، ده يدي لك انطباع حاله الرفض والغضب اللي هو موجود فيها من مساله الاستمرار في نادي الزمالك، لان هو واضح انه متمسك تمسك غير طبيعي بالرحيل هذه المره الى سانت تيان. خلاص الكلوسة اللي بقولها حضرتك ديت ممكن احنا ما نفهمهاش، بقول لك هو واحنا كلنا على ما نفهمهاش. الكلوسة دي ليها علاقة بانه هو كان واخد وعد من مجلس الادارة السابق انه هو هيمشي، وانه حتى لما كانوا بيتكلموا معاه وحتى لو المحللين بيتكلموا وحتى لو الخبراء وحتى لو في نادي الزمالك يقولوا له ايه بطولة افريقيا وبعد بطولة افريقيا يمشي، بس تلعب بطولة افريقيا وبعد بطولة افريقيا يمشي. فده الكلام اللي بيتقال له طول الوقت، فهو معلق نفسه طول الوقت بعد بطولة افريقيا. فجت بطولة افريقيا وخلصت، فهو شايف ان الفترة دي لو ما مشيش دي في الوقت ده في الفرصة دي قد يعني لا تتوافر فرصة بالنسبة له. دي وجهة نظره ورؤيته على كل يعني. وجهة نظر بقى تانية دايما بقولها وهي اصبحت دباجة في كل المواقف اللي شبه كده. مفيش نادي في الدنيا بيقف على لعيب، واللي خلق ابراهيم فايق يخلق مليون ابراهيم فايق، واللي خلق مصطفى محمد يخلق مليار مصطفى محمد. عشان بس نجيب من الاخر، لا الزمالك عمره هيقف على لعيب ولا كان وقف على لعيب، ولا الاهلي هيقف على لعيب ولا كان وقف على لعيب. واما واننا بنتكلم عن الزمالك فالزمالك ما بيقفش على لعيب، ده مش معناه موافقه الضمنيه مثلا على طريقه الرحيل بتاعه مصطفى، ولكن اللي انا عايز اقوله للجمهور يبقى ده دايما في انطباع. فكرة رحيل مصطفى محمد هتبقى مرتبطة بالنسبة لمجلس إدارة نادي الزمالك ارتباط شرطي بأنه يكون في عنصر قوي مهاجم يشيل الشيلة بتاعت مصطفى محمد. طيب الماتش الجاي لسموحة هيكون مع نادي الزمالك. كابتن أحمد سامي معايا على التليفون. يا كابتن سامي مساء الفل. مساء الفل يا كابتن ابراهيم، وحشني جدا والله العظيم وحضرتك جدا جدا. اخبارك يا ابو الكباتن؟ كله تمام، كله تمام الحمد لله ماشي. قريت لك تصريح قال لك انا كنت نايم صحيت لقيت نفسي بلاعب الزمالك. ما انا كنت بهزر يعني، هو دي حقيقه فعلا. اه ده المفروض في ماتش اهلي وزمالك ومن المتوقع انه كان هيتلعب، يعني كان فاضل حوالي 7 ايام على الماتش اللي بعده. خلاص، وفجأة أنا في المعسكر، كان عندنا قبل ماتش وادي دجلة يعني المعسكر قبل الماتش على طول، لقيت بالصدفة لقيت الخبر نازل. فبيربك لك الدنيا، بس الحمد لله على كل شيء الحمد لله. طيب سموحة برضو يعني بيتعامل مع مجموعة كبيرة من اللاعبين، بتفقد مثلا لعيب مهم زي ناصر ماهر والعجله ماشيه، ما شفناكش يعني عطلت ولا حاجه، والامور ماشيه كرويا كويس في سموحه. يعني عديت الملف ده ازاي بتاع الموسم ده، وعامل ايه للماتش اللي جاي، مذاكر ازاي الزمالك يعني؟ لا هو ده طبعا توفيق من ربنا نمره واحد، والحاله الجماعيه بنحاول نعمل حاله جماعيه للفرقه هي تديها قوه، وربنا يسهل. الدوري صعب طبعا وكل الماتشات صعبه، وخلي بالك كل الفرق هتاخد من بعض، حتى الفرق الكبيرة مش هتبقى الموضوع بالنسبة لها سهل. أنا بتكلم عن الفرق بشكل عام كلها في الدوري. دوري كل 3 أيام صعب، يعني كل 3 أيام يعني في مشكلة هتبقى باستمرارية، هيبقى في مشكلة قدام اللي ما عندوش اللعيبة الجاهزة كتير، هيبقى فيها مشكلة بالنسبة لها. صحيح. طيب مدى رضاك عن أداء سموحة لحد دلوقتي يا كابتن؟ الحمد لله احنا ماشيين يعني بشكل معقول، بس احنا ان شاء الله يعني باذن الله يعني انا طامح ان المستوى يعلى اكتر من كده. يعني انا يعني طبعا بالتدريج كل حاجه، انت عارف في بتبقى في لعيبه خصوصا لما يكون في كذا لعيب جديد بيبقى حاله الانسجام ما وصلتش لدرجه كبيره، فاحنا بنسعى بالماتشات وبالتدريب ان العمليه يعني تبقى اسرع من كده.
ماتشاتك دايما مع الزمالك بيبقى فيها نديه كبيره، يعني اول ماتش ليك استلمت فيه المهمه الفنيه قدام الزمالك نجحت فيه انك تقلص الفرقه وتتعادل بنتيجه 3-3، وفي ماتش الكاس عملت ماتش كبير جدا وقوي امام نادي الزمالك، لم يحالفك التوفيق انما يعني خرجت من الباب الكبير. الماتش اللي جاي هيبقى عامل ازاي؟ بص، فريق الزمالك فرقه قويه جدا، ومن يعني فرقه يعني هي هي والاهلي هم الفرقتين اللي بينافسوا على الدوري، وفريق الزمالك فرقه قويه يعني كافراد وجماعيه فرقه قويه، وبقى لهم من السنه اللي فاتت بيادوا بشكل كويس جدا، والفرقه ما اتغيرتش من السنه اللي فاتت، هم القوام، ودي بتديهم قوه يعني بتديهم قوه، ان كان الزمالك كان في فترات ان هو مثلا كان بيتغير لعيبه كل سنه بشكل كبير، لا السنه دي مكملين بنفس نفس القوه. طبعا فرقه الزمالك فرقه كبيره وليها احترامها، هنحاول على قد ما نقدر نعمل ماتش كويس، والنتيجه دي بتاعت ربنا. صحيح، كمل تمنياتنا ليك بالتوفيق ان شاء الله باذن الله يا كابتن احمد، وان شاء الله موفق فيما هو قادم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه. بيج رامي قدم إلى مصر، هذا العملاق المصري الذي رفع رأسنا في السماء وصل مصر، وكان احتفال وحفاوة كبيرة جدا جدا. تابع مع حضراتكم خلال هذا التقرير منه إلى فاصل، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم في جمهور التالتة. أنا مش أشطر واحد في كل حاجة، أنا بحاول وبجتهد، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان له إرادة أن الناس دي لازم كانت تفرح، وخصوصا في السنة الصعبة دي، وخصوصا في التوقيت ده. إرادة ربنا سبحانه وتعالى أنا كنت شايفها جاية 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 جاية، لأن أنت بتسعى ليها ومن قلبك ومن عقلك وتفكيرك وطول الوقت بتشتغل على نفسك، لكن أنا كنت عارف هتيجي، بس إمتى وإزاي دي تقدير المولى عز وجل. أقسم بالله إن ربنا اختار لي أحسن وقت ليا في حياتي ان انجح. يمكن الشباب عارفين الظروف، القريبين قوي عارفين الظروف اللي مريت بيها، ان انا كان في صراعات رهيبه جدا 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 فوق اللي منشور على الميديا، ما نقدرش نتكلم فيه. كان في صراعات من دول علشان رامي ما يكسبش بطوله، رامي ما يبقاش ناجح، ويعني ده موجود في كل الرياضات، لكن خصوصا معايا، وكان الموضوع بالنسبه لي فرد. انا حبيت يكون لي ظهر، وكان ظهري قوي جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وبعد جمهوري الحبيب ده، وبعد شعب مصر، وده كان قراري انني لازم ارجع مصر وانجح منها عشان نجاحي يكون لي قيمه كبيره. انا اخترت برضو انجح مكان وانسب مكان، الحمد لله من فضل الله وبعد تقدير المولى عز وجل، ان يكون كوست كويس، لانه قيمه كبيره جدا للرياضه يكون ظهره وسنده. بيج رامي فرحنا، بيج رامي حقق انجاز احنا يعني صراحه مش كتير بيتحقق، وهو نموذج بنقول للرياضيين المصريين حقق زيه، كلمته مهمه جدا، منتهى القوه ومنتهى الثقه في الذات ومنتهى الثقافه ومنتهى الوطنيه. كيف تدعم وزاره الشباب والرياضه رامي في القادم؟ كل الدعم، احنا سيستم عاملينه، سيستم بتاع الخاص موجود واحنا موجودين لمثل الحالات اللي فيها العاب فرديه او رياضات فرديه زي كده. السيستم ده مطبق الحمد لله، والرعايه الاجتماعيه والرعايه النفسيه ده مهم جدا، مهم ان احنا نتواصل مع ابطالنا، مهم ان احنا نكلمهم، ده مهم جدا علشان هو بطل مصر. ماذا دار بين السيد وزير الشباب والرياضه واللجنه الثلاثيه؟ بنحثهم على يعني الاداء بما ينبغي ان يكون لتطوير الكره، وهمزه وصل ما بين يعني مستهدفات الاتحاد الدولي ومستهدفات الدوله المصريه، ده لازم يكون موجود، وان شاء الله يكون في تفاهمات للفتره القادمه ويكون في تنسيق في كل حاجه. حاجه الحقيقه يعني تفتخر بيها بيج رامي، يعني الواحد مبسوط جدا جدا بهذا الانجاز الذي تم تحقيقه يعني، والوقوف على مسرح مستر أولمبيا ليس بالسهل على الإطلاق يعني. عندي تفاصيل وعندي أخبار كتير في النادي الأهلي بعد الفاصل السريع اللي جاي. مرونة إيه؟ ورشاقة إيه؟ وتوقع إيه؟
هل هناك جديد في موضوع سيرينو وتعاقده مع النادي الأهلي ورحيله عن سان داونز؟ بالتأكيد هناك الجديد. ما نعلمه من مصادرنا في جنوب إفريقيا أن اللاعب يضغط بشدة على نادي على سان داونز من أجل التوقيع لصالح النادي الأهلي. ما نعلمه أيضا أنه هناك حرص كمان على أنه لا يشارك، لأنه إذا شارك مع فرقته في البطولة الأفريقية سيحرم منه النادي الأهلي في أيضا البطولة الأفريقية، وبالتالي الأهلي مش هيجيب لعيب لا يشارك معاه في كأس العالم للأندية ولا يشارك معاه في إفريقيا. فالكلام على إيه؟ الكلام على ضغط كبير يمارسه اللاعب نفسه سيرينو على سان داونز. هناك تواصل كمان مع موسيماني، طبعا القناعات كبيرة والقناعات يعني باللاعب زي ما حضراتكم عارفين يعني تصل إلى حد الثقة العمياء ما بين موسيماني وما بين سيرينو، وهو واحد من اللاعبين اللي جمهور النادي الأهلي يثق فيهم أيضا كمان من خلال المباريات اللي احنا شفناها ورصدناها. طيب الجديد بقى واللي هيحسم الموضوع ازاي هو العرض اللي هيقدمه النادي الاهلي، لانه برضو الاهلي فاتح يعني باب تواصل من خلال موسيماني نفسه. العرض اللي هيقدمه النادي الاهلي قد يحسم الى حد كبير مساله سيرينو انه يكون موجود في النادي الاهلي. اذا هناك ضغوط هناك تواصل ايضا ما بين الراجل وما بين المدير الفني للنادي الاهلي. لابا كوجو خرج خلاص من حسابات النادي الاهلي في يناير. كان في كلام كتير اتقال في الفتره اللي فاتت على لابا كوجو وانه ممكن يكون موجود في النادي الاهلي وانه 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 الراجل بيتقاضى اجر كبير جدا في العين الاماراتي، واللي معاه هيبقى صعب جدا النادي الاهلي يوفر له الرقم ده باي حال من الاحوال. طيب نروح للاسم المهم جدا برضو اللي يتالق يوما بعد اخر، وولتر بواليا. وولتر بواليا هل هو اللاعب الذي يرغب فيه النادي الاهلي وقدم اليه عرض رسمي؟ هل هو اللاعب الذي يرغب في نادي الزمالك وقد يعوض رحيل مصطفى محمد إذا حصل ده؟ هقول لحضراتكم الخبر الرسمي اللي أقدر أتعامل معاه من خلال مصادرنا أن الجونة لم يتلقى أي عروض رسمية من الأهلي والزمالك، واللاعب المطلوب فيه 30 مليون جنيه ولن يقل سعره عن هذا الأمر. ده من خلال طبعا إيه مصادرنا كده عشان حضراتكم تبقوا عارفين. لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي وولتر بواليا يعني لا تقدم له عرض لا من الأهلي ولا من الزمالك. كل ما يتم هو فقط عن طريق وسطاء واستطلاع للآراء واستطلاع أو جس النبض يعني. فالرقم اللي محطوط فيه 30 مليون جنيه، وإذا أنت بتتكلم على الرقم ده مع الإمكانيات دي فأعتقد أنه هبقى رقم يعني معقول إلى حد كبير. أكرم توفيق حارتدي القميص رقم 25، وهو برضو كان قميص حسام عاشور. وبالمناسبة كان هناك اتفاقا أو وعد يعني، حسام عاشور قال له أنا بعتزل هيبقى الرقم ده اللي أنا بسلمه لك لأكرم توفيق، وبالتالي أكرم كده كده خلاص حارتدي هذا الرقم اللي هو القميص رقم 25. طيب احنا عندنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين تفاصيل كتيرة وان تاتش النهاردة عمر عبدالله مجهز لنا فيها بقى ايه حواديت ليها علاقة بأوروبا وكلام فني وكلام تكتيكي. فخلينا نروح للكابتن عمر عبدالله نعرف مجهز لنا ايه الحتة النهاردة. الكحلي نازلة على الحتة اللبني عاملة شغل فسكوس جامد قوي داخل فيها الكحلي. سن الكحلي حلو يعني، لا في اداء بنتطور. ها ازيك يا عمر؟ الحمد لله. زي الفل. عامل ايه؟ زي الفل الحمد لله. كله كويس الحمد لله. جاهز؟ جاهز. وان تاتش مع عمر عبد الله. طيب ايه هنتكلم عن ايه؟ ايطاليا. ايطاليا الوحيده اللي اعلنت لحد دلوقتي رسميا قبل اجازه الشتاء عن بطل الشتاء. ومفاجاه كبيره من بدايه الموسم، ميلان متصدر الدوري، يوفنتوس المكتسح في اخر 9 سنين سادس الدوري. ما تضحكش كده عشان لسه الدوري بدري. انتر اللي هو المفروض الاكثر الفرق تكاملا لو حطينا عناصر اي فرقه من مدير فني لاستقرار لقايمه، هو الاكثر استقرارا مع مدير فني للموسم الثالث على التوالي. وعنده قايمه لا يا قويه. هقول لك على حاجه عشان اجيب لك من الاخر، ربنا يخيك شر اللي عايز يشمت في اي حد عشان فرقته مش شايفه قدامها. واحنا يعني لسه احنا عندنا عذرنا. فانا عمال بص اشمت في كل الثوابت اللي انا شايفهم في حياتي، سواء ريال مدريد اليوفي اي حد، مع اني ما بشجعش حد في ايطاليا بعينه يعني، بس هو رخامه وخلاص. بص انا عايز اكمل الفقره فعشان كده مش هقول لك ان الفرقه الضايعه دي كسبتك 3-0 في عادي هكمل مين؟ الفقره. شكرا عمر عبد الله، بشكرك شكرا جزيلا النهارده يا جماعه. الفقره بتاعتنا انا بتفائل. ثانيه واحده بس، الفقره بتاعتنا يا جماعه كانت موجزه وسريعه ومقتضبه، وقدرنا نعرف فيها ان الميلان هو متصدر، ودي حاجه عظيمه جدا جدا. والبقاء لله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هتكمل برضه؟ انا بتفائل بقول لك. طب يلا
يلا سريعا كده عندنا الثلاث فرق الكبار هنتكلم عليهم. في فرق تانية مقدمة اداء كويس زي نابولي زي لاتسيو زي روما بتقدم اداء الى حد ما مقبول، ولكن هنتكلم على الثلاث فرق الكبار اللي هم ممثلين المفاجاه لحد دلوقتي. ميلان بادئ السنه دي بطريقه 4-2-3-1. ميلان العنوان الكبير للموسم الدوري الايطالي السنه دي وهي ان البساطه في التكتيك بتغلب التعقيد، بتتغلب على التعقيد. الادوار البسيطه اللي بيديها ستيفانو بيولي لعيبته والغير مركبه مخلياهم يتالقوا بشكل كبير جدا. في اجازه هنتكلم عن ميلان. ميلان بيلعب ب 4-2-3-1. ابرز مفاتيح الميلان بتتحدد في زلاتان ابراهيموفيتش المهاجم، وده ليه دور فني وتكتيكي كبير جدا. تيو هرنانديز الظهير الايسر اللي دايما قائد كل هجمات الفريق، وثنائي الوسط الجزائري اسماعيل بن ناصر وفرانك كيسيه. الشكل الميلان لما الفريق بيبدا يلعب بيتحرك ثيو هرنانديز في الشكل الهجومي بشكل كبير جدا، وبيقوم بدور الجناح قدامه رافائيل لياو اللي بيخش كمهاجم تاني جنب ابراهيموفيتش، ودي ليها تركيبه لان رافائيل لياو سنه اقل وشاب صغير برتغالي فبيقدر يساعد زلاتان صاحب الخبرات الكبيره والقوه البدنيه والحسم في التسجيل. تواجد ثيو هرنانديز في المكان ده بيتطلب حاجتين مهمين جدا في تشكيله الميلان. اول حاجه ان رومانيولي وكاير بيخشوا كقلبين دفاع وبيخش وراهم كالابريا الظهير الايمن بيبقى تالت في خط النص. الحاجه الثانيه ان واحد من الاثنين دول بن ناصر وكيسيه دايما بيثبت على الدايره والتاني بيخش يساعد تشالانوجلو صانع الالعاب والتاني بيقف على الدايره. هنا دي الحاله الهجوميه كده، دي الحاله الهجوميه لفريق الميلان. في لعيب هنا اسم جديد على الكرة العالمية اللي هو ساليميكرز اللاعب البلجيكي. اللاعب ده إمكانياته الفنية ممكن تكون قليلة لكنه عنده قوة بدنية وانطلاقات قوية جدا بتعوض كالابريا الراجل اللي هو الظهير الضعيف شوية، لما بيزيد ده بيرجع ويرد مكانه بشكل كبير جدا. الأدوار دي بسيطة مفيش تعقيد في الميلان. لما هنيجي نتكلم على الانتر واليوفي بعد كده هتعرف ليه الادوار دي بسيطه ومش معقده. بدات احس ان كره القدم فيها حاجات متغيره احيانا. انا اصل انا مش هعمل فرقه كلها يبقوا لعيبه كوره وكلها يبقوا جامدين، لا انا ممكن اختار عنصر بس القوه البدنيه علشان يتوافق مع لعيب ما يكونش عنده نفس القوه البدنيه او الالتحامات او القدره على الدفاع. يعني فكره المؤامات في كره القدم اصبحت دلوقتي موجوده على عكس مثلا زمان كانت الناس بتفكر في الكوره بشكل مختلف. بص انت وصفت ليه الميلان متالق، لان الميلان ما عندوش احسن ناس في كل حاجه لكن عنده اللي بيكملوا بعض في كل حاجه. كلهم كده. في لعيب بيهاجم بشكل كبير جدا الظهير اللي هو ثيو هرنانديز اللي هنشوفه لما نيجي نعرض اللقطات، عنده الناحيه الثانيه باك ممكن يكون ضعيف شويه لكن بيرد ويغطي مع الاثنين. عندي اثنين قلبي وسط ممكن كورتهم مش عاليه قوي لكن عندي تشالانوجلو لعيب كورته كويسه وبيقدر يصنع اللعب في المنطقه دي. عندي زلاتان ابراهيموفيتش قوي بدنيا وكبير في السن لكن الناحيه الثانيه عندي رافائيل لياو وحتى بديله انتي ريبيتش لما بيلعب ناحيه الجناح بيبقى عنده شغل تكتيكي بيعوض زلاتان ابراهيموفيتش. لو بدانا نشوف الصور بتاعه الميلان يلا. هنشوف ليه قيمه تيو هرنانديز والوقفه الدفاعيه بتاعه هنا. ده مباراه لاتسيو، دي المباراه اللي لسه يا دوب كانت موجوده من ايام قليله. ده اللي على الشمال اللي بيستلم الكره ده ثيو هرنانديز. بص الانطلاقه بتاعته ماشي الصوره هنلاقي ان الكره بتتلعب من هاوجي الجناح لثيو هرنانديز تاني جوه ال 18. هنا ريبيتش واخد مكان رقم 12 ده واخد مكان زلاتان وكاستيخو رقم 7 ده واخد مكان سالميكرز، فعاملين الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عليهم دايما جوه ال 18 مع اختلاف الاسامي. أيوة. دي في مباراه ساسولو هتلاقي نفس القصه من نص الملعب ثيو هرنانديز ناحيه الشمال هو اللي فاتح الملعب وهو اللي بيجري، والناحيه الثانيه كالابريا هتلاقيه في قلب الملعب ساكت مكمل خالص ثيو هرنانديز. بص قطع المسافه منين لفين، هو ده الظهير الايسر على فكره، ده مش جناح ولا مهاجم، ده الباك الشمال بتاع ميلان واهم لعيب في الفريق حاليا. هتلاقيه مكمل الهجمه بعد كده وصل لحد ال 18 لعب بالعرض الراجل ساليميكرز اللي احنا اتكلمنا عليه هو اللي هيجيب الجون الناحيه دي لان هو لعيب زي ما بقول لك فنياته قليله لكن بدنياته عاليه جدا، امكانيات البدنيه بتاعته عاليه جدا فبيقدر ان هو يكمل. لو كملنا الهجمات بتاعت الميلان دي مباراه بارما، واللقطه دي مهمه جدا من الزاويه اللي جايه برده هنا. بص هتلاقي ريبيتش بيلعب لمين؟ لتيو هرنانديز برده الظهير الايسر الموجود هنا. تيو هرنانديز بيلعب له كره. المهم بقى هنا الثلاثه اللي ورا ابراهيم. هنا ده كالابريا اللي قلنا ان هو دايما بيغطي مع كالولو السرد باك مع السرد باك الثالث اللي هو بيبقى رومانيولي. الثلاثه بيقفوا لان تيو هرنانديز هو اللي مكمل. الفريق عنده منظومه بيعرف يتحرك فيها مش شرط يكونوا احسن لعيبه في العالم. طيب الكلام اللي انت بتقوله ده ياكل عيش لحد اخر الموسم ولا نص الموسم ولا ربع الموسم؟ عشان بحب دايما ايه يعني ادي للناس العنوان. الحقيقه ان هو لو الفريق فضل بالشكل ده هياكل عيش لحد ثلاث ارباع الموسم.
الربع الاخير بيبقى حاسم جدا، لان بتخش هنا امكانيات الفرق الثانيه، فاقت ولا ما فاقتش، خبرات الفرق الثانيه. ايطاليا بقى لها 9 سنين دايما بطل الشتاء مش يوفنتوس، لكن في بطل الصيف في الاخر هو يوفنتوس، لان هو بيقدر يتغلب على اللي بيحصل ده، ان الفرق تفوق عليه. احنا لو دخلنا في اخر صوره للميلان، هنا بقى ازمات الميلان. احنا اتكلمنا على الشكل كويس، الازمه بتاعت الميلان ان لما تيو هرنانديز ده بيزيد بيبقى فيه المساحه اللي في ظهره، لو الاثنين اللي احنا قلنا عليهم كيسيه وبن ناصر اتضربوا بتبقى فيه مشكله كبيره جدا في خط الظهر قدامهم، لان اللي بيجي في المساحه اللي ما بين خط الظهر وخط الوسط بيبقى عامل مشكله كبيره. ودي نفس مباراه بارما لو كملنا هنا، جيرفينيو استلم مع الراجل السيرد باك، الكره اتلعبت لبره، كيسيه دخل مكانه عشان يغطي السيرد باك، بقت المساحه دي فاضيه تماما، دخل مهاجم بارما حطها واحرز هدف بارما في المباراه، الهدف الثاني تقريبا في المباراه. دي الازمه اللي هتواجه ميلان، ده اللي انت سالت عليه، هل هو يقدر يواكب؟ صعب، لان عندك العناصر الاساسيه قويه وبتؤدي، لكن لو خرجت العناصر الاساسيه دي مع توالي المباريات مع طول المده بيبقى فيه مشكله كبيره جدا ان انت تقدر تواكب الاداء، وان انت تقدر تنافس لحد اخر نفس في الدوري، وان انت تحقق البطوله. لكن في المجمل ميلان مقدم نص موسم او تلت موسم قوي جدا بالتشكيله دي، والميزه الابرز في ميلان وده اللي كان عاجبني بصراحه، حته ان الادوار بسيطه كابتن ابراهيم، الادوار ما فيش تعقيد. لما هتيجي تشوف بقى الانتر، لما نيجي نتكلم على الانتر مع كونتي وعلى يوفنتوس مع بيرلو، هتعرف قيمه الادوار البسيطه. طيب خلاص احنا هنسيب الميلان، لما انا اتحرك للانتر، الانتر برضو مختلف السنه دي، يعني اسباب اختلافه ايه من وجهه نظرك كده عدوان برضو رئيسي؟ الاختلاف ان كونتي حب يختلف، حب يطور من اداءه. كونتي السنه اللي فاتت كان عامل موسم الى حد ما مقبول، ان هو بيلعب بطريقه كونتي التقليديه اللي هو بيدافع وبيلعب على الهجمه المرتده. السنه دي حب ان هو يطور من نفسه شويه، او ان هو يبقى الفريق اللي بيستحوذ. دي عملت له مشاكل كبيره جدا، لكن كونتي عنده ازمه تانية، كونتي عنده ازمه نفسيه مع اللعيبه، وكونتي والازمه النفسيه دي بتنعكس على الاداء جوه الملعب. انتر ميلان بادئ الموسم السنه دي بطريقه 3-5-2 عادي جدا، اللي بيبدا بيها طول 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 مبارياته، لكن عنده مشكله كبيره في تنويع المراكز او في اختيار المراكز. انا بشوف ان اكبر ازمه عند انتر السنه دي هو عدم قدره كونتي على التوفيق ما بين الجناحين، وتحديدا الجناح الشمال. انا معايا بقى الصور، اشرح لنا بالظبط. وتحديدا الجناح الشمال اللي هو اشلي يونج. الكره دي في مباراه تورينو، مباراه تورينو بالنسبه لانتر كانت كارثيه، وبتوضح ابرز الازمات اللي عنده. احنا برضو مش بنتكلم بنقول الازمات كلها بس، او بنجيب من مباراه واحده بس، هو احنا بنختصر في شكل مباراه بتكون وضحت الموضوع. انتر بيلعب بثلاثه في خط الظهر، بيلعب بفيدال في نص الملعب، بيلعب بباستوني وديفري وسكرينيار، عنده فيدال وبيلعب باشلي يونج واشرف حكيمي ناحيه اليمين، واحد من احسن الاظهره في العالم، لوزوفيتش وفيدال واللاعب نيكولا باريلا، الاثنين دول. أزمة إنتر بالنسبة لنا في إن الدربكة اللي بتحصل لما بيجي يستغل الطرفين. أشرف حكيمي طرف هجومي جدا، واحد من أبرز اللاعبين، وكان متألق بشكل كبير جدا مع بروسيا دورتموند. كونتي عشان يستغل أشرف حكيمي بيحط ظهير مش هجومي قوي، بيحطه عشان يفضل يغطي مع الثلاثة اللي ورا. لكن أشلي يونج ومن بعده بيريزيتش عندهم مشكله كبيره في الوقفه جوه الملعب، لان هم ده مش مكانهم، وبيلعبوا برجليهم اليمين ناحيه الشمال، فدايما هتلاقيهم واقفين بالعكس. بالاضافه ان كونتي السنه دي هو مش عارف مين صانع العاب. طيب على ذكر موضوع الرجل العكسيه، لفتره طويله كان كل لعيب اللي بيلعب ناحيه الشمال لازم يبقى اشول، بس في الكوره ومؤخرا يعني المدربين بقى يفضلوا يقول لك لا انا عايزه يلعب ناحيه اليمين ورجليه اللي شغاله تبقى جوه الملعب. بالظبط، بمعنى اصح انا عايز لعيب اشول ناحيه اليمين ولعيب ايمن ناحيه الشمال. فاللي انت بتشوفه من وجهه نظرك ان هي نقطه ضعف، لان مش في الجانب الدفاعي. لما بيقف في الجانب الدفاعي وقفته بتبقى غلط. هو ده مطلوب جدا في الناحيه الهجوميه، بنشوف ميسي من ناحيه اليمين عشان تبقى رجله الشمال، كنا بنشوف روبين من ناحيه الثانيه، كريستيانو رونالدو من الشمال عشان اليمين عشان تبقى رجله جوه الملعب، فبتدي له حلول اكتر. لكن في الناحيه الدفاعيه لما بتبقى رجلك العكسيه واللي جوه الملعب دي بتعمل لك مشكله كبيره جدا في التغطيه، وبتعمل لك مشكله كبيره جدا في التمركز. لو شفنا الصور هنشوف ليه دي ازمه كبيره في الاثنين اللي بيلعبوا، مش واحد بس. دي مباراه تورينو زي ما قلت تقريبا كل الفرقه بتلعب عكس مش عارف يعني ما صح ولا انا بيتهيألي. بص هي في بص بقى تبص بقى لا خالص طيب. والله بس مانشستر سيتي كل الفرقه
بتلعب برجليها العكسيه في المناطق الهجوميه، لكن في المناطق الدفاعيه هو بيحط كايل ووكر ناحيه اليمين وبيحط بنجامين مندي او بيحط زينشينكو او بيحط اي لاعب ناحيه الشمال اشول عشان الوقفه الدفاعيه. دي كره معانا في مباراه تورينو. الهجمه بدات لفريق تورينو في نص الملعب، نمشي اللعبه. بص اشلي يونج اللي في اخر الكادر هناك، اخر لعيب في الانتر هناك اللي هو ده اخر لعيب في الانتر. بص واقف مش في اللعبه لحد دلوقتي، بتتلعب الكره ل من لاعب تورينو بالكعب، بينفرد تماما زازا جوه ال 18، بيبدا هنا اشلي يونج. اشلي يونج هنا وقفته في الاول هو واقف وشه للملعب، مش واقف تلت وتلتين زي ما كل المدافعين بيعملوا في التقطيع العكسي، هو واقف وشه للملعب وبعيد تماما. نكمل الصوره اللي بعديها لحد اما وصل للراجل بدا يتزحلق بعد الكره ما اتلعبت وانقذها ودخلت الهدف الاولاني جوه الدنور. نفس القصه، بص هنا الكره ملعوبه من ناحيه الشمال، هتلاقي اشلي يونج في اخر الكادر واقف لوحده خالص ما بيتحركش، نمشي الكره، بدا يتحرك بعد الكره ما طبت. بص بقى الكارثه اللي بعديها، ان الكره كانت معاه لكن عشان هو مش مكانه ومش عارف يطفش لبره ولا جوه، لان رجليه عكس الملعب جوه الملعب، اللعيب بتاع تورينو جه خدها من وراه ودي اتحسبت ضربه جزاء، جه منها الهدف الثاني لتورينو. بديله بيريزيتش، وبيريزيتش كان جناح شمال اللي انت بتقول عليه بقى، اللي هو بيلعب قدام رجله اليمين جوه الملعب. كونتي عشان عنده ازمه تكتيكيه في الموسم ده وعنده ازمه تكتيكيه في الشكل الفني للفريق، بيلعبوا النهارده باك او وينج باك، فبالتالي بيقف غلط، فهتلاقي الكره واقف بره الملعب خالص، ده هو اللي واقف في ظهر حارس المرمى والكره اتلعبت في ظهره، ولاعب بولونيا قدر ان هو يحط الهدف الاول لفريقه. انتر هيعمل ايه السنه دي عشان نخش على اليوفي بقى؟ انتر عنده مشكله كبيره جدا مع كونتي، لان انتر هو المفروض الاكثر فريق يقدر يستغل الازمات اللي بيمر بيها يوفنتوس، لانه الاكثر استقرارا، هو اللي عنده مدرب اكبر سعرا. عايز اقول لك ان كونتي هو اغلى مدرب ايطالي على كوكب الارض، بياخد 12 مليون يورو في السنه، ومع ذلك خرج من الدور خرج من الدور الاول في تشامبيونز ليج، مش متصدر الدوري الايطالي، عنده ازمه فنيه وتكتيكيه كبيره جدا داخل الملعب، بدات تتحسن في اخر مبارتين لما الفريق خرج من تشامبيونز ليج وركز في الدوري الايطالي. طبعا انت هتحلل بقلبك في الفقره دي. والله هحلل وانا يعني مش راضي 100%. مش راضي 100%. بصراحه يعني. اليوفي. طيب اليوفي قبل ما نتكلم فيه هنقول حاجه عن بيرلو. بره عشان تبقى مدرب مش بتروح تاخد شهاده فتمتحن وتنجح. ايوه. بيرلو عامل دراسه، او هناك بيسموها زي ماجستير. انت لازم هناك عشان تبقى مدرب في الويفا برو تقدم ورقه بحث. انت استقنعني ان سري ماوريسيو سري تخيل عمل دراسة. يا سبحان الله ونجح، يعني ده نجح. عايز اقول لك على حاجه، ان دراسته النظريه اقوى من بتاعه بيرلو. لا والله. والله فبيرلو لما قدم الدراسه بتاعته عشان ياخد الويفا برو، خلاص تحضرني في هذا المشهد كلهم عجاسين وانا اولهم. كما قال الكابتن عبد العال. كمل. بيرلو لما قدم ورقه الدراسه بتاعته ورقه البحث بتاعته قال ان انا اهم ميزه عندي او اكتر حاجه ببني عليها افكاري هي الضغط المضاد او الكاونتر بريشر اللي بيبقى من قدام. عشان تبقى مدرب هناك ما حدش بيمتحنك، انت بتقدم ماجستير ودكتوراه عشان تبقى مدرب. بيرلو لما عمل ده جه طبقها في يوفنتوس، فضلت شويه افكار مش عارف الراجل يطبقها لحد دلوقتي، لانه عنده مشكله كبيره في اختيار عناصر الفريق. يوفنتوس بيلعب بطريقه معقده، هي دي بقى الفرق اللي انا كنت بقول لك عليه ما بينه وما بين الميلان. يوفنتوس بيلعب بطريقه 3-4-2-1، بيلعب بثلاثة ورا اللي هم بنوتشي وديليخت ودانييلو، بيلعب باثنين في نص الملعب اللي هم في قلب نص الملعب اللي هم ميكيني و بنتانكور او رابيو او ارثور، وبيلعب بكوادرادو ناحية اليمين، ثم صانع العاب رمسي واثنين مهاجمين. طبعا هم ابني بيعقدوا لك الخريطه ليه ويجيبوا لك التشكيل غلط وانت تقعد تفنطه ليه؟ ما يعني اختبار بيصححوك عشان اقدم ورقه البحث بتاعتي. طيب يلا كمل. فال 3 4 1 2 دي بطريقه يوفنتوس المركبه. الطريقه دي عامله ازمه عند يوفنتوس، لان اللعيبه مش قادره تحفظ الادوار بتاعتها، اللعيبه مش قادره تنفذ. الوحيد اللي قادر ينفذ الدور ده هو دانييلو، ويا سبحان الله واحد من اضعف اللاعبين قبل بدايه الموسم هو اكتر لاعب قادر ينفذ الطريقه دي. يوفنتوس عنده مشكله في حاجه مهمه جدا، وهو ان الناس كلها فاكره ان رامسي بينزل في الطريقه دي عشان يبقى صانع العاب. هو ما بيبقاش صانع العاب، هو بيبقى اول واحد بيعمل الكاونتر بريشر اللي طالبه بيرلو. لكن لما رمزي بيفشل في الكاونتر بريشر ده، والاثنين لعيبه خط النص دول بيفشلوا في الكاونتر بريشر ده، الفريق بيبقى مستباح تماما في المنطقه دي، وبيبقى سهل جدا ان انت تخترقه. لان الطريقه اللي بيطلبها بيرلو ان انت لما تفقد الكره ترجع 4-4-2، على ما اللعيبه بترجع وتوضب نفسها 4-4-2 بيكون الفريق
فاتوا الزمن او الهجمه فاتها الزمن وبدا الفريق يخش في مرحله خطوره. ولو شفنا الصور اللي معانا هنلاقي ان كل الهجمات الخطره في اكتر من مباراه، احنا برضو بنجيب مباريات معينه، كل الهجمات الخطره دي مباراه تورينو مثلا، الكره في نص الملعب، اللاعب رقم 30 اللي هو بنتانكور ده، ده المفروض اللعيب اللي بيجيب الكره بدري. فاكر لما كنا بنتكلم على الدستروير مع فريق الاتحاد السكندري، لازم اللعيب الدستروير ده يجيب الكره من بدري. طالما الكره عدت الراجل ده بيلوتي، هنا الشاك بص الثلاثه واقفين على خط واحد. السرو هيتلعب من بيلوتي لزازا، بقى هو والجون من اللحظه دي. نكمل الصوره، الراجل رايح في فدان لوحده تماما لحد اما خبط في تشيزني. دي مباراه روما نفس القصه برده، مختريان طالما اخترق الاثنين اللي في نص الملعب رايح وشه للثلاثه بتوع خط ظهر يوفنتوس. الصوره اللي بعديها هتلاقيه عدى فجاه رايح يسلم على تشيزني جوه السته يارده. الصوره اللي بعديها هتلاقيها برده نفس القصه، الاثنين اللي في نص الملعب اتضربوا، الكره مع مختريان ناحيه شمال بيكمل لعيب واحد اللي بيضغط عليه اللي هو كوادرادو، كرة بتتلعب بالعرض، هتلاقي الراجل فيريتو لاعب روما استلم الكرة وهو رايح يسلم على تشيزني. ده ركن العربية جوه، مفيش الراجل قاعد رايح يسلم عليه ازيك عامل ايه جوه الست ياردة. فبالتالي الفريق عنده أفكار كتيرة جدا في دماغ بيرلو لكنه غير قادر ان هو ينفذها. فريق عنده أفكار معقدة مقابل، أو فريقين عندهم أفكار معقدة مقابل فريق عنده أفكار بسيطة قادر إنه ينفذها. عشان كده الفريق ده نجح إنه يبقى أول الدوري، الفرقتين التانيين بعد حوالي 14 مباراة لسه بيدوروا على هويتهم لحد دلوقتي. تفتكر الميلان هيخلص ولا صعب؟ أعتقد إنه صعب إن الميلان يحافظ على الصدارة لحد دلوقتي، إلا لو تم تعزيز الفريق بصفقات في الشتاء تقدر إن هي تغطي الاماكن المهمه في الفريق زي تيو هيرنانديز اللي بيمثل تقل كبير جدا، الاثنين لاعبي قلب خط الوسط كيسيه وبن ناصر، ومهاجم قوي مكان زلاتان ابراهيموفيتش. شكرين يا كابتن عمر على هذه الوقفه التحليليه من وان تاتش العظيمه. شكرا، وان شاء الله باذن الله ما تشوفش اي حاجه كويسه في اليوفي وربنا يكرمكم ان شاء الله وما تاخدوش ولا حاجه. انا مش هرد اصل يا ابني هبقى انا لوحدي فنلاقي بعضينا يعني، ما تخليك جدع كده ولا ايه عشان الفقره تكمل معانا. انا مش هرد انت يعني ماشي موافق يا عمر، وبشكرك شكرا جزيلا على الوقفه التحليليه النهارده. لسه مكملين مع حضراتكم، والفقره التاليه حوار مهم جدا جدا الحقيقه. ناس كتير جدا بتسال على نادي سيتي كلوب او انديه سيتي كلوب. الفقره اللي جايه دي هنفهم مع حضراتكم ايه قصه انديه سيتي كلوب، والناس تشترك ازاي، طب ايه الخدمات اللي بيقدموها والنشاطات اللي بيقدموها ونشترك ازاي، تفاصيل كتيره جدا جدا هنعرفها من خلال الحوار المقبل بعد الفاصل مع الاساتذه الاستاذ عمرو سالم والاستاذ عمر البرلوسي المسؤولين بانديه سيتي كلوب. خليكم معانا بعد الفاصل مباشره. وجود سيتي كلوب كقاعدة عريضة وفر لي ان انا عندي مساحة كبيرة، هقدر انتقي كويس، هقدر اعمل حصر وتصنيف كويس. واحنا بنتفاوض دايما كنت بقول لهم ان انا خططي وطموحي لمستقبل الاكاديمية بتاعتي متماشي جدا مع خطط أندية سيتي. انا كان يعني اول ما ابتديت الاكاديمية كان دايما عندي هدف ان انا انشر السكواش في كل حتة في مصر. انا مبسوط جدا بالشراكة دي، يعني اغلب يعني يمكن من ال 15 مدينه دول في منهم مثلا 12 او 13 مدينه ما فيهمش ملاعب سكواش خالص. ده هيبقى اول يعني بدايه لرياضه السكواش في المدن دي، فدي بدايه كويسه جدا وده انجاز في حد ذاته. عندنا اكبر اسماء، عندنا احسن ناس في التخطيط، عندنا اسلوب علمي، احنا بنحاول ان احنا نعمل رياضه بشكل جديد في انديه سيتي. بنعمل معمل للقياسات، قياسات الفسيولوجيه، قياسات الانتروبومتريه، والسعه الحيويه والسعه الرئويه، بنعمل كمان مركز للتاهيل الاصابات الرياضيه والتاهيل. احنا من اجمد الدول في العالم بس بقاعده صغيره جدا، قاعده اللعيبه اللي بيلعبوا في مصر ما يتعدوش ال 3000 او 4000 لاعب المسجلين وبيشاركوا في النشاط. العدد ده احنا لو قسنا بس على فروع الاكاديميه اللي هتشتغل في انديه سيتي في المحافظات في السنين الجايه، ال 4000 دول هيبقوا 10000. هنأهل ولادنا او ولاد نادي سيتي او انديه سيتي كلوب للبطولة في المستقبل إن شاء الله. هنخليه ناجح رياضيا، احنا بنشوفه ومواصفاته ايه وينفع ايه، وعين الخبرة اللي عندنا تقول الولد هينفع في كذا. جه الوقت الحقيقة اللي نتكلم فيه عن مشاريع واعدة تخدم الرياضة المصرية وتتحرك بأفاق
مختلفة عما مضى. خلاص العصور اللي احنا فيها بقى فيها متغيرات كتيرة جدا جدا، والأنشطة الرياضية بقت مطلوبة. مفيش يعني حد إلا ما بيفكر إزاي يمارس رياضة أو يخلي ولاده يمارسوا رياضة. ومن هنا أنا حتى كمان عجباني الفكرة بتاعت أندية سيتي كلاب. واللي عجبني أكتر كمان أنه لما بتسمع أنه 15 فرع منتشرين حول جمهورية مصر العربية، خدمات موجودة لأهلنا في الصعيد وفي وجه بحري وفي كل مكان. الاهتمام ده الحقيقة الواحد يبقى شغوف أنه يعرف تفاصيل أكتر عنه، شغوف كمان بهذا المشروع بكل نواحيه الرياضية وتفاصيله. علشان كده في الفقرة ديت أنا مشرفني ومنورني الدكتور عمرو سالم مدير التخطيط بأندية سيتي كلاب. يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك ومنور الدنيا. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله كله تمام. متشكر جدا يا رب دايما. وكابتن عمر البرولوسي مدير أكاديمية الإسكواش بأندية سيتي كلاب مشرفنا ومنورنا يا فندم. شكرا. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام كله تمام لله. طيب أنا الحقيقة عايز أبتدي من عند النقطة اللي الجمهور بيسأل عنها. إيه سيتي كلاب؟ مشروع استادات، العنوان حلو، الكامبين الإعلانية اللي أنتوا عملتوها جاذبة جدا، بس الناس عايز تعرف إيه أندية سيتي كلاب ولاقيها فين الحاجات دي كلها. أوكي، سيتي كلاب هو عبارة عن الاستثمار الأمثل لبعض المنشآت الرياضية المملوكة للدولة لصالح الأسرة المصرية. عظيم. فجت شركة استادات خدت مجموعة الاستادات اللي موجودة في محافظات مختلفة، اشتغلت على البنية التحتية، رفعت كفاءة بعض المنشآت اللي موجودة، أضافت بعض المنشآت سواء الرياضية أو الاجتماعية الموجودة في الأندية، وكونت سيتي كلاب. اللي عايز أقوله لك إن سيتي كلاب هظلمه لو قلت إنه نادي رياضي أو نادي اجتماعي أو نادي رياضي اجتماعي. لما بنقول فعلا إن سيتي كلاب هو أسلوب حياة، هو فعلا أسلوب حياة. يعني لك أن تتخيل لما أجيب اساتذه علم النفس واجيب اخصائيين التنميه البشريه واقول لهم يا جماعه اقعدوا اعملوا لي استبيان، قولوا لي الاسره بتحب ايه او متطلباتها ايه، فيطلع لي بعض النقط ويقولوا لي الاسره في الصعيد بتختلف عن الاسره في دمياط، بتختلف عن متطلباتها في الاسره، وابدا انا اشتغل كسيتي كلاب على متطلبات الاسره دي. صحيح، الطبيعه الديموغرافيه كمان بالظبط. فابدا اشتغل على طبيعه كل اسره، فهتجد ان الاسره الاب التاجر غير الاب العامل غير الاب الموظف. صحيح. هتجد ان الاسره بتروح النادي بتجد كل متطلباتها من اول الطفل، الزوجه، الرجل رب الاسره. فدي فكره سيتي كلاب بمنتهى البساطه، هي خدمه مجتمعيه للاسره المصريه. فانتشرت الفروع عشان كده. 15 فرع في 15 محافظه. 15 فرع في 15 محافظه. طيب ده شيء عظيم جدا. طيب اسحك كابتن عمر فيما يتعلق بالسكواش تحديدا. طبعا احنا ملوك السكواش في العالم كله، ان شاء الله مصر تسيطر طولا وعرضا. فكره تواجد اكاديميه للسكواش داخل الافرع المختلفه لانديه سيتي كلاب جت منين؟ الفكره جت زي ما باين في البرومو بتاع الفيديو. انا ابتديت الاكاديميه بتاعتي من 15 سنه ما شاء الله. وكان هدفي من ساعه ما ابتديت، يعني حتى لو ناس رجعت لاحاديث صحفيه او حاجات ليا، كان هدفي من ساعه ما ابتديت هو تنميه السكواش في مصر ونشر السكواش في كل حته في مصر. بحاول اعمل فيه على قد ما اقدر طول الفتره اللي فاتت. انا دلوقتي عندي 10 فروع للاكاديميه ما شاء الله، بس كلها في المدن الكبيره، في القاهره، في الجيزه، في المدن الكبيره واللي فيها اوريدي منشات رياضيه. اول ما عرفت فكره سيتي كلاب قلت بس هو ده بالظبط الحاجه اللي بتتوافق مع مشروعي اللي عايز اعمله، مع تفكيري اللي عايز اعمله لنشر السكواش في مصر. لان شركه استادات ومشروع سيتي كلاب يعتبر انا بعتبره مشروع قومي رياضي. يعني بالشكل ده بالافاق دي كده اي حاجه هتخدم الاسره المصريه فيها جانب خدمي كبير يعني بالظبط، وبتبقى موجود في كل مكان في مصر. فكان انا اهتميت جدا، وكان بالنسبه لي حاجه مهمه جدا ان انا ابقى شريك معاهم في ان انا يبقى عندي الاكاديميه السكواش بتاعتي في جوه كل الفروع بتاعه سيتي كلاب. والحمد لله دي حاجه بشكرهم عليها جدا. ان هو في البلان الاصليه كان في بعض الفروع ما فيهاش كل الرياضات. دلوقتي لا، ال 15 نادي اللي في ال 15 محافظه هيبقى فيهم 15 مجمع سكواش، مجمع بحد ادنى ملعبين سكواش في كل نادي. فدي حاجه يعني كل اللي عملته في السكواش في السنين اللي فاتت حاجه، والفتره اللي جايه ان شاء الله فكره نشر اللعبه بالشكل ده حاجه يعني حاجه بالنسبه لي حاجه انا يعني مهتم بيها جدا، وحاجه سعيد بيها جدا بالشراكه دي، وبوضب لها كويس جدا انها ان شاء الله تقدر تكبر قاعده السكواش في مصر يمكن لثلاث او اربع اضعاف
القاعده اللي موجوده حاليا. ممارسه الاسكواش ليها مواصفات معينه، متطلبات معينه، معدات معينه؟ مواصفات معينه لا، يعني اي حد يقدر يلعب سكواش، اي حد طبعا سليم بدنيا زي اي رياضه تانية، ما يبقاش عنده مشاكل مثلا في القلب، ما يبقاش عنده مشاكل صحيه تمنعه من ممارسه الرياضه، لكن اي حد يقدر يلعب رياضه. واحنا الميزه في الاكاديميات، وده اللي هنعمله في سيتي كلاب، ان احنا مش زي فرق الانديه، مش فكره ان انت لازم تبقى مثلا في سن صغير وموهوب وهتبقى بطل، فاحنا ناخدك نمرنك عشان تبقى بطل. مش ده الهدف، بس الهدف ان الناس تمارس الرياضه الاول. فاي حد في اي سن في اي مستوى هيقدر يجي يتعلم سكواش. احنا نقدر نعلم الاولاد الصغيرين، الاهل لو عايزين يتمرنوا، الاب الام فعلاً. كل الناس تقدر تلعب، عشان الهدف الاول ان الناس تمارس الرياضه وتعمل حاجه صحيه. وطبعا الولاد بقى الصغيرين الموهوبين المميزين بعد كده هيتم بقى رعايتهم، ويبقى عندنا فرق وتبتدي تشارك في المنافسات في المرحله اللي بعديها. صحيح. طيب دكتور عمرو، تفكروا ازاي للتخطيط او بمعنى صح لتطوير المنظومه الرياضيه عندكم في سيتي كلاب، والافتتاحات هتبقى امتى؟ بص، احنا عندنا بلان، عاملينها خطه. عايز اقول لك البلان دي لغايه 26 لغايه 2026. كويس. مسمينها زي الخطه خمسيه كده، 21 22 22 لغايه 26. ليه 26؟ عشان اول اولمبياد الشباب. كويس. يعني ان شاء الله ربنا يدينا العمر، ان شاء الله هنعمل ميداليه في اولمبياد الشباب ان شاء الله. طب البلان بتاعتنا ماشيه ازاي؟ بادئين اكاديميات على مستوى 15 محافظه. ده بيدينا فرصه كويسه جدا للانتقاء. هنبدا ندخل في بعض الالعاب. احنا دلوقتي عندنا العاب جماعيه كلها، وعندنا جمباز، وعندنا الاسكواش، وعندنا التايكوندو. لسه اسال حضرتك بقى جودو. العابنا ايه الاولمبيه؟ يعني عندنا الاسكواش حاجه عظيمه، احنا ابطال العالم ومفيش بطوله من بطولات العالم الا ومستحوذين عليها. طيب في الاولمبياد اخبارنا ايه بقى، او ايه الالعاب زي ما حضرتك بتقول كده، بتقول بالزبط. في ميداليه. خلي بالك ان احنا عندنا النو هاو بتاعه صناعه البطل. فهنعرف نعمل البطل. تاريخنا بيقول ان احنا من 100 سنه متميزين في الالعاب الفرديه، وبنجيب اولمبياد في الالعاب الفرديه، بنجيب ميداليات في الالعاب الفرديه. مركزين في ده. دخلنا الالعاب الجماعيه في صوره اكاديميات. هنبدا بالبلان بتاعتنا، نشترك كل سنه هنبدا ندخل لعبه او ندخل لعبتين. دخلنا دلوقتي الجودو، ودخلنا الكاراتيه، ومعانا الاسكواش. كويس. هنبدا نشترك في بطولات بحر ابيض متوسط، بطولات بنبدا من تحت، بطولات المنطقه، بطولات الجمهوريه، بطولات وهكذا لغايه بطولات العالم. لغايه ما نوصل اولمبياد 26 الشباب. ماشيين بالخطه دي في خطوط متوازيه. ندخل اللعبه ومعانا الخبير بتاعها. الخبير بالنسبه لي ايه؟ الخبير بالنسبه لي زي كابتن عمر كده. الخبير الموهوب. واخد بال حضرتك؟ اللي عنده افكار غير عنده تقليديه أفكار. يعني. خلي بالك انا على على قناعه تامه ان كل موهوب كل بطل موهوب. كل بطل موهوب. لكن مش كل موهوب لازم يبقى بطل. عندي نماذج كتير موهوبين ما بيبقوش ابطال. انا جبت بقى كل البطل الموهوب ده عندي في كل الانشطه. فتخيل لما الناشئ بيشوف البطل ده ويشوف دوافعه، ده اللي احنا هنمشي عليه الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب اسال حضرتك برضو عن السكواش في مصر. طبعا من ضمن الحاجات اللي بتضايقنا احنا كمصريين اكيد فكره استحواذنا احنا على المشهد العالمي كله في السكواش، وهي مش لعبه اولمبيه. مع الافكار اللي حضرتك بتتكلم فيها، توسيع قاعده المشاركه، مع سيطرتنا وهيمنتنا على اللعبه، مفيش امال ابدا ان احنا في يوم من الايام البطوله دي يتم ادراجها في الاولمبياد من وجهه نظرك؟ والله في يعني في المستقبل القريب لا، لسه يعني لسه لغايه اولمبياد باريس يعني الدورتين الالعاب الاولمبيه الجايه لسه ما فيهاش سكواش. للاسف في صعوبه شويه في دخول السكواش الاولمبياد في الفتره برضو القصيره الجايه. جزء منها ان ميزه بالنسبه لنا ان هي استحواذ مصر على كل البطولات، وبتفرق شويه بالنسبه للجنه الاولمبيه الدوليه، بيفرق بالنسبه لهم انتشار اللعبه في الدول، كم دوله بتلعب وكم دوله بتنافس. يعني السكواش منتشر في دول كتير قوي في العالم، بس المنافسه بين دول قليله قوي. فدي حاجه لسه في الفتره الجايه برضو احنا اصلا شو يعني عندنا تضارب في المصالح في الموضوع. احنا
كمصريين عايزين نفضل مسيطرين وعايزين أي. نفضل مستحوذين على كل حاجة أي. وفي نفس الوقت سيطرتنا دي مش بتساعد اللعبة من الناحية العالمية أو أي. من ناحية الأولمبياد إن يبقى فيها اهتمام دولي. يعني ابتدى دلوقتي شوية البطولات العالم تلاقي الفاينل فيه اتنين مصريين بيلعبوا بعض أو تلاقي الدور القبل النهائي أربعة مصريين من الأول للرابع أربعة مصريين. إحنا مبسوطين جدا والناس مبسوطة جدا هنا وإنجاز هايل بالنسبة لنا بس بالنسبة بقى زي اللجنة الأولمبية الدولية أو بالنسبة للإعلام العالمي بيبتدوا شوية يفقدوا الاهتمام باللعبة لأن أنت يعني مقفل كل حاجة صحيح. فبنحاول نمسك العصاية من النص بنحاول أن احنا نفضل نطور في السكواش في مصر وفي نفس الوقت نحاول أن احنا نبروموت اللعبة ونحاول أن احنا نساعد حتى الدول التانية أنها تنشر السكواش فيها أكتر. صحيح. طيب عايز أسأل حضرتك في خلال في الخمستاشر فرع, فرع عندنا كم مدرب وكم رياضي؟ عندنا إحصائية ترصد الأعداد اللي موجودة في سيتي كلاب؟ عندنا إحصائية طبعا. إحنا الأول تعاقدنا مع الهيد يعني جبنا في السكواش مثلا كابتن عمر. ماشي. كابتن عمر بيبدا يقول جيبهم من الاخر يعني اخر الكتاب اخر الكتاب. جبنا مثلا في الـ في الـ الجودو جايبين هشام مصباح بطل اولمبي ومعاه باسل الغرباوي. جبنا في هو مدربه جبنا مثلا في الجمباز معانا علي زهران. جبنا فعندنا جايبين من الاخر زي ما بيقولوا فعلا. ولسه كمان في مفاجآت في الكورة بس لسه الشركة هتعلن عنها في, في القريب العاجل يعني. حلو. بيبدأ كل مدرب هو بيلف على الأفرع كلها وبيشوف المساحات بتاعته لأن عندي ملعبين هنا أنا هحتاج في الملعب ده اتنين مدربين تلاتة مدربين وبيبدأ بيعمل الحصر بتاعه وبيعرضه علينا زي كابتن عمر كده لأن أنا محتاج مثلا في فرع شبين محتاج أربع مدربين ويبدأ هو ينتقيهم وهو اللي بيختارهم لأن أنا هاخد الخارج من كابتن عمر مش منه هو. ايوه يعني حسابي انا وكابتن عمر مع بعض. أيوه. عملنا ايه؟ أيوه. وصلنا لايه؟ وصلنا النتيجه اللي احنا عايزينها 26 وصلنا لها ولا لا؟ بالظبط كده لان انا فكابتن عمر هو اللي بيحكم على المدرب ده بيقول انا عايز ده اشتغل. طيب ده كلام محترم جدا. عايز اسال حضرتك بقى يعني ايه خططك اللي بتفكر فيها مع سيتي كلوب في الفتره اللي جايه؟ طبعا زي ما قال دكتور عمرو مبدئيا الخطة المبدئية هي احنا عندنا ال 15 فرع هيفتحوا على مدار السنة الجاية ان شاء الله. احنا بنحط زي ما بنسميه تايم لاين او خطة افتتاح الفروع الشهر الجاي شبين الكوم الشهر اللي بعده كفر الشيخ الشهر اللي بعده بنها العاشر العبور وهكذا. واحنا بناء على الخطة دي انا حاليا بنجهز بقى الناس اللي هتبتدي تشتغل لان هي من اصعب الحاجات في في ان يبقى عندك عدد فروع كبير في محافظات كبيرة ان انت يبتدي يبقى عندك مدربين مؤهلين للشغل في المحافظات دي. فاحنا ابتدينا ان احنا نجيب الناس حتى طلق الناس اللي متخرجة من كلية التربية الرياضية اللي في البلاد دي بجيبهم عندي دلوقتي في الأكاديمية في القاهرة يتدربوا ان احنا نجهز المدربين اللي ساكنين في المدن دي لان برضو احد الاهداف فكرة يعني ميزة ان انت هتشتغل في كل المحافظات دي هي مش شطارة ان انت برضو تجيب الناس بتاعت القاهرة تروح هناك خلاص ما انت هتفرغهم جزء انت من, عايز جزء من التنمية جديد. اللي عايز تعملها ان انت كمان اهل البلاد دي والمدربين الكويسين في البلاد دي هم اللي يشتغلوا هناك والاداريين الكويسين اللي متخرجين من الكليات اللي هناك هي اللي تشتغل هناك. فحاليا اللي بنعمله دلوقتي ودي اهم حاجة ان احنا بنجيب كوادر كويسة وبندربها في الاكاديميات اللي شغالة دلوقتي عندنا عشان نجهز كل بقى لما يبقى فرع جاهز زي ما دكتور عمرو قال بقى ان هبتدي انا الفرع الاولاني انا محتاج واحد اداري واثنين مدربين يبتدوا في بدايه الفرع وهكذا نبتدي خطتنا تبقى جاهزه لتشغيل الفروع على طول. صحيح. طيب سؤالي بقى الاخير ناويين تبتدوا امتى والناس تشترك ازاي؟ احنا اتكلمنا على الجوانب الرياضيه الجوانب الاجتماعيه ناويين تبتدوا امتى ان شاء الله باذن الله والناس تشترك ازاي؟ نبدا امتى؟ هنبدا ان شاء الله ان شاء الله في اقرب فرصه غالبا في شهر واحد هنبدا نشتغل على الفرع شبين. عظيم. ويتوالى افتتاح كل أول فرع. اول فرع هو فرع اول فرع اول فرع شبين ان شاء الله. في سبب معين انه شبين يبقى اول حاجه؟ لا لا ابدا. اجهز واحد اجهز واحد. ماشي خلاص اتفقنا. ونبدا بعد كده يعني في خلال مثلا شهرين او ثلاثه بالكتير يكون خمس ست فروع شغالين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حته بس اللي عايز اقولها لك اتفضل ان تخيل لما يبقى عندك 15 نادي واحنا ننتقي منهم نادي بنبدا بنجهزه عشان نخليه اولمبي اولمبي في كل حاجه. عظيم. مركز اولمبي زي المركز الاولمبي في المعادي كده. حمام سباحه اولمبي الغرف خلل كل حاجه اولمبي عشان يبقى هو ده المركز بتاعنا اللي نجيب فيه ولادنا يبداوا يشتغلوا فيه. بتجهزوا لده؟ بنجهزوا لده. بنجهز فيه معمل قياسات وبنجهز فيه وحده كامله لعلاج الاصابات وتاهيل بنعمله على اعلى مستوى. ده
هيخدم على كل 15 فرع. هدفنا برضو ايه؟ المنتخبات القومية الوطنية بتاعتنا. ولادنا ان شاء الله هيدخلوا في المنتخبات، هيبقوا قوام اساسي ان شاء الله للمنتخبات. طب دي حاجة عظيمة وحاجة مشرفة، وان شاء الله بإذن الله الشغف والحماس اللي انتوا بتتكلموا بيه ده ينتج عنه بقى ان شاء الله بإذن الله حاجة محترمة. انا هفتكر الحوار ده لحد ما نوصل ل 26 ونشوف قد ايه بقى سواء انتشار الاسكواش في مصر في الافرع دي او حتى كمان على مستوى يعني اللعبات الفرديه والجماعيه. انا بشكركم شكرا جزيلا جدا جدا وسعيد جدا بتشريفكم لينا ووجودكم معانا. شكرا دكتور عمرو بشحاك، شكرا جزيلا. شكرا كابتن عمر بشحاك، شكرا جزيلا. لسه مستمرين مع حضراتكم في حلقتنا في جمهور الثالثه. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل كابتن النادي الاهلي واحد من اكثر من حمل كؤوس وميداليات وبطولات داخل أروقة النادي الأهلي كابتن شادي محمد. استنونا بعد الفاصل. تسعة وعشرين بطولة، كل بطولة ليها الحدوتة بتاعتها، وكل بطولة كان فيها كواليس تاريخ الحقيقة كبير جدا جدا عمله كابتن شادي محمد نجم النادي الأهلي. تاريخ خلاص بقى موجود في السجلات، وبالتأكيد هو كان واحد من أفضل المدافعين اللي جم في تاريخ النادي الأهلي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إخلاصا ووفاءا سواء للنادي أو حتى كمان لجماهير النادي الأهلي. فخلونا رحب بضيفي اللي مشرفني ومنورني النهاردة كابتن شادي محمد. كابتن شادي أهلا وسهلا بكم، مساء الورد. إبراهيم أنا مبسوط جدا اللي أنا معاك النهاردة، وحشني وأكيد كتير وأكيد ألف سلام عليك. الحمد لله اللي أنت بخير. الحمد لله فضل الله. طمنت عليك كتير بس تليفونك كان مقفول. أنا وأنت عارف وأنت بتتكلم بحكم اللي ما بيننا كده ما حسيتش لنا ببرنامج، فاهم؟ صحيح ما بيننا علاقه بقالنا عشره كبيره، نزعل من بعض شويه صحيح. لكن في الاول وفي الاخر دايما الواحد بيحاول يحافظ على الصداقه والاحترام اللي موجود. فالف سلام عليك مره ثانيه. الله يسلمك يا رب، ونورت مكانك مره ثانيه. ربنا يبارك في عمرك يا رب، ما تحرمش منك كابتن شادي. نروح للتقرير، ومن بعد التقرير نبتدي الكلام ده. الناس النهارده مستنيه الحوار ده. جاهز؟ يلا بينا. يا جمالك يا شادي، يا جمالك يا شادي، يا جمالك يا نادي اهلي. أينما حضر شادي محمد حضرت التصريحات الساخنة. عايز تقول ايه؟ ها؟ عايز تقول ايه؟ مش عايز أقول حاجة. أين شادي محمد الأول؟ الاختفاء، هذا الاختفاء الكبير يعني. والله إبراهيم حصل حاجات كتير جدا يعني، منها في حاجات كنت قربت كده بعض القنوات. بعد كده بتحتاج إن أنت تبقى في تركيز أكتر، أنت عارف تشتغل هوا. وانا الشغلانه دي بحبها. مش بالنسبه لي طبعا، كل حد بيشتغل عشان الماده، ولكن بالنسبه لي هي انت متدفي من زمان. بالنسبه لك انا متدفي من زمان، بورصه عملت الفلوس. ما بلاش الموضوع ده. المهم فحصل بعض الامور كده الخاصه، ما ينفعش تشتغل ودماغك مشتته في اكتر من حاجه. ثم في كلام كتير برضو مرة تانية على بعض القنوات، بس انت دايما انا بقول الكبير بيختار الحاجة الكبير. مش بعد ما ابتديت في حتة حلوة قوي تبتدي تنزل من تحت تاني وتقول اشد الناس. انا مش مع المدرسة دي. كبير دايما اللي بياخد الحاجة الكبيرة ويتمسك بيها وينتظر الحاجة الكبيرة تجيله يعني. مستني قناة الاهلي؟ ده شرف يعني. قناة النادي الاهلي انت عمرك كله قضيته في النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي عندي حاجه كبيره جدا، ودايما بقول عشان الاجيال اللي موجوده ان النادي الاهلي حطني انا وناس كتير جدا في حته تانية خالص في المجتمع. وعلى مستوى تعليم انت بتعلم الحياه من داخل النادي الاهلي واولادك والمكانه اللي بقيت فيها. فالنادي الاهلي لو طلبنا في اي مكان احنا تحت امره، مش بالكلام ولكن زي ما قلت لك بتبقى عايز تبقى موجود اكيد طبعا، ولكن مش بالشكل الناس بتتناوله يعني. في الاول وفي الاخر في لعيب بيصنع تاريخ، وفي لعيب بيجي بيلعب ما بيعملش اي تاريخ خالص. فالحمد لله التاريخ اللي موجود بيشفع لنا ان انت تبقى موجود في اي مكان داخل النادي او في قناه النادي، بس في الوقت المناسب ان شاء الله. هل فعلا اتقال انه لو هتعمل برنامج في قناه النادي الاهلي يبقى برنامج ترفيهي مش برنامج رياضي بس؟ والله انا ما ذاكرتش تيلي ماتش قبل كده يعني. ترفيه يعني ايه ترفيه؟ يعني لا طبعا ده كلام فيه البعض لما اول ما بيسمع ان انا هرجع القناه بتنتابه حاله من اللي ما اعرفش ليه، سواء في بعض الناس بتكتب او بعض الناس اللي بتتجاوز. ما فيش الكلام ده خالص،
الكلام ده مش مظبوط لان انا قريته فعلا في ناس كتبت كده. فتخيل انت بعيد اساسا وما بتشاركش في اي حاجه وبتتدخل لحمايه ناديك في لبعض الوقت زي اي حد من الجماهير عن طريق السوشيال ميديا او لما عايز تتواجد في اي مكان ترد على حاجه معينه فيها لغط او عبس بتاريخ النادي الاهلي فلازم تبقى موجود. ولاد النادي الاهلي لازم موجودين في كل مكان. فلما تقلل قصه القناه دي لا حصلت قاعده انت اخ عزيز بقى مع استاذ محمد كامل ومع الشركه الراعيه جوه قناه النادي الاهلي وقعدنا بس ان شاء الله هبقى موجود في الوقت المناسب. مش فكره ان انت تتواجد وخلاص, فكره ملهاش علاقه بترفيه او مش ترفيه, هي فكره تخص الجماهير كالعاده. انا مؤمن دايما ان الجماهير هي في المنظومه الاهم, فالجماهير مش موجوده, الجماهير قاعده في يعني احنا كنا بندردش يعني خلينا بقى من يعني نقول حاجات من الكواليس واحنا بندردش قبل الهوا. قلت لي بالنسبه لي اهم حاجه الجمهور, انا بشتغل ليرضي ضميري والجمهور حطه قدام عيني, ماليش دعوه باي تفاصيل ادخل فيها. مش انت قلت كده؟ ايوه نفس المدرسه دي يا ابراهيم, ده الاهم, ده اللي هيرفعك, ده اللي هيوديك في المكانه اللي انت عاوزها. بس بتاخد وقت شويه بس المدرسه دي هتنجح, هتنجح انا مؤمن بده لان الجمهور لو صدقك انت في حته تانية. فده اللي انا كنت بشتغل عليه او بفكر فيه طول الوقت. تواصلت مع كابتن محمود الخطيب؟ تواصل معاه؟ اه كتير تواصلت معاه. مش الوقت ده من قبل كده. زعلان منك ولا خلاص ما بقاش في؟ لا لا لا, اصل هي مش فكره زعل, خلي بالك. يعني انا يعني انا قلت ايه معاك واحنا بنفضفض يعني. هو كابتن محمود الخطيب قيمه الكابتن محمود الخطيب مش كلاعب بس, واحد من اعظم من لمس كره القدم, هو قيمته باخلاقه. وفي ناس بتيجي تقول لك لا مش اسطوره واللي بيطلعوا بيكلمونا دول ما لهمش علاقه بالرياضه, يقول لك مش اسطوره, امال مين الاسطوره؟ ما في في ناس قالت كده وللاسف في ناس بتسمع لهم. فهو اسطوره كمان ومحقق المعادله الصعبه. انا ياما قلت الموضوع ده هقوله تاني. وانا شغال في قناه النادي الاهلي بنعمل تقارير في الشارع, شباب 14 على فكره, وكلمت مره زمان مش عارف بقى كابتن محمود فاكر الكلام ده, مره كلمته في الموضوع ده. كان بتعمل تقارير في الشارع بتحب مين؟ فالطبيعي بقى يقول لك فلان وفلان وفلان اللي بيلعبوا الاجيال اللي بيلعبوا, فيقول لك كابتن محمود الخطيب. فتلاقي تقرير مثلا فيه 70% منه كابتن. طب ده 16 سنه 15 سنه ما شافش كابتن محمود بيلعب. ففي معادله انت تقعد تفكر فيها. فهنا هو عايش معاك عشان اخلاقه صحيح واحترامه للجميع. يعني شفت له حوار قريب جدا لم يتجاوز في حق احد رغم اللي هو اتعرض لحاجات لا يتحملها بشر هو واسرته. انا اول مره اشوف اسره كابتن محمود, انا قعدت في النادي الاهلي يعني نتكلم حتى اللحظه دي حاجه و20 سنه. انا ما شفتش حد من اسره كابتن محمود الخطيب اتكلم خالص في ولا مره الامانه ولا مره. ما بيشاركوش في اي حاجه. من حجم التطاول والتجاوزات على اسره محترمه هي ملهاش علاقه باي حاجه صعبه جدا. وطلع المفروض بقى انت ايه يبقى جواك حاله من الغضب بقى. انا خلاص اخدت افريقيا واخدت الدوري العام واخدت كاس مصر, وفي الاخر بيحافظ على قيمه محمود الخطيب او الكابتن محمود الخطيب اللي هو اخلاقه اللي كلنا نعلمها عنه. فبالتالي انا مش بقول كده على فكره, انا بقول اللي انتوا كلكم عارفينه يعني. فتواصلنا, اتصلت معاه اكتر من مره, واكتر حاجه اسعدتني يا ابراهيم وانا بقول لمجلس الاداره بالكامل واول مره برضو اقول الكلام ده, يمكن اللاعب الوحيد اللي ممكن جاله 3 تليفونات في اليوم الافتتاح الاستاد بتاع ملعب السلام. كان مكالمه الساعه 12 ومكالمه الساعه 3 ومكالمه الساعه 5. لازم تحضر, مجلس الاداره عاوزك, لازم تبقى موجود. الاحتضان, فكره الاحتضان. بص يا ابراهيم بصراحه ما اعرفش, سالت اول حاجه سالتها للطرف اللي كلمني يعني قلت له كابتن محمود الخطيب عارفه مجلس الاداره؟ قال لي هم الاسماء مبعوثة لنا, انت التاكيد اللي انت لازم تبقى موجود. هو مجلس الاداره كان عاوزني في حاجه؟ انا بروح للمنطق اللي انت بتسمعه دايما. فرحت لقيت استقبال من الكابتن محمود, استقبال 10 على 10 كان ما فيش حاجه حصلت. وحصل مواقف قبلها بالمناسبه بس انا بتكلم على عارف ساعات دايما بفكر في الجزئيه دي بس. اول ما شافني كان سياده الوزير موجود والاستاذ العمري فاروق وبعض اعضاء مجلس الاداره. فهو بيسلم كده بالايد دايما. فعارف انت لما حد بتحب المشاعر تبقى انت قاريها في عينه قدامك بخبرتك في الحياه, راح جاي هو بيسلم كده ما سلمش عليا كده, ضمني قاعد طبطب عليا, مش محتاج حاجه لا يا كابتن. فانت ساعات بقى بيرجع لي المشهد السابق.
من حقك في الانتخابات اختار اللي انت عايزه، لكن قيمتك جوه النادي وما تبقى اسم كبير ودي رسالتي للجميع عشان ده درس ليا انا شخصيا. ساند وحافظ على تاريخك واسمك بالشكل اللي ميلت انت جامد، ميلت جامد في في في, في عملك الاعلامي. لا في الاعلام على فكره بالمناسبه انا ما عملتش اي حاجه في تخص الانتخابات في القناه، ده كله كذب. والفيديوهات اللي طلعت انا بدخل عليها لغايه دلوقتي اقعد اسمع على فكره. يقول لك شادي محمد يسب كذا، شادي محمد بيغلط في، لا مش ادخل على الفيديوهات. هل فكره انه هجيب لك من الاخر عشان يعني يبقى السؤال واضح وهدي لك فرصه تفكر لان هطلع فاصل بعديه في اكتر من كده، مفيش احسن من كده يعني. هل انت شايف من وجهه نظرك انه عملك في قناه النادي الاهلي اللي انت قمت بيه من مسانده مثلا لمجلس المهندس محمود طاهر، وهو بالمناسبه شخص على المستوى الشخصي اكن له كل التقدير واحترام، واذا كان مجلس اداره النادي الاهلي الحالي يتحدث عنه بكل خير لانه هو ده اللي الاهلي بيقوله للناس عن تعامله دايما، فطبيعه الحال يبقى ده كلامنا المنطقي والطبيعي عن رجل يعني كان رئيسا للنادي الاهلي. هل انت شايف انه كان من المفروض شادي محمد يبقى مع الجمهور مش مع الانتخابات؟ فكر بقى في الاجابه وتقول لي عليها بعد الفاصل. اتفقنا؟ يلا. السؤال بقى اللي هو ايه من زمان. كويس اللي انت فاكر. لا انا فاكر السؤال، انت فاكر الاجابه؟ فاكر. طب يلا جاوب. دي انتخابات يا ابراهيم. زي ما انت قلت راي مجلس اداره النادي الاهلي في المهندس محمود طاهر شخصيه محترمه، وراي جماهير النادي الاهلي هو شخصيه محترمه، وراي انا يعني عشرت وقت طويل وانا لاعب كوره وهو في مجلس الاداره شخصيه محترمه. فدي انتخابات بيبقى ليك اراء. فانت مش هي قناعه. قناعه عشان مدرسه النادي الاهلي دايما اللي ينجح اول اربع سنين بيبقى بياخد فتره ثانيه، ده انا ده كان تفكيري يعني وقتها. ولكن اثر على العمل والكلام ده لا، بالعكس. انا شفت من مبادئ بقى النادي الاهلي الحقيقيه اللي مجلس الاداره انا كنت ضده. مش ضده على فكره، انا قريب منهم كلهم بالمناسبه. موقف لكن انسانيا هيبان بالظبط. فانا حبيت ادي رساله ايه، مفيش حاجه اسمها معارضه والكلام ده، كان رايي والله ما ليه علاقه باي حاجه خالص. فقررت انا بفكر كده لوحدي، وكان لازم قرار انت يطلع من اللي هو خلاص من مبادئ واخلاقات النادي الاهلي تقول شكرا على مجلس اداره اللي انت ما كنتش معاه هو ليه حريه الاختيار، ودي مبادئ حقيقيه على ارض الواقع هي اللي اتنفذت وخلاص. وبالعكس كنت مساند واول من دعم لاي حد بيتطاول او يتجاوز في حق مجلس اداره النادي الاهلي، وده كان سبب العلاقه بسرعه جدا على فكره. هتدعم الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات اللي جايه ولا مش هتلعب لعبه الانتخابات دي خالص؟ مش هتدخل في انتخابات، لكن انا بشوف زي ما انا قلت من شويه بطبق نفس المبدا. ما دام حققت بطوله افريقيا، خدت الدوري، خدت ثلاثيه في اسبوع، ده اللي في اسبوع بجد. فبالتالي بشوف اللي ما حدش ينزل قصاد ده، انا مش بحجر على حد، لكن انا مش هتدخل في انتخابات تاني. انت بتضحك. خلاص حرام. ولكن في نجاح سيب اللي نجح يكمل، عشان تبقى قاعده الاستمراريه تبقى موجوده ويكمل بقى النجاحات واستمراريه النجاحات. انت عايز تروح بقى كاس عالم تاني وعايز تاخد بطوله افريقيا تاني، مش هنرجع بقى، لان كل واحد في سياسه الاداره بتبقى مختلفه. صحيح. طيب خليني اتكلم معاك بقى على ملف الكوره بقى نفسه. اتفضل. يعني رايك ايه في ملف اللعيبه اللي رحلت عن النادي الاهلي مع اختلاف اسبابها؟ يعني خلينا ناخدهم مثال مثال وتقول لي رايك. رمضان صبحي. رمضان صبحي اكيد هو حر. بس اداني حاجه كشادي يعني، او واحد من اكتر الكباتن. انا بتكلم هنا بصفتين. بصفه كابتن تاريخي جوه النادي الاهلي، وكمان كدلوقتي من الجمهور. ورأيي ما بيروحش للجماهير شويه، عشان الجماهير في حاجات بتبقى قاسيه فيها جدا، فانا هحاول رأيي يبقى متوازن في النص. مش هقول خيانه، مش هقول لك مفيش حاجه اسمها ابن النادي. محدش يقنعني بالكلام ده خالص. ابن النادي هو زعل الجمهور من ايه؟ زعل الجمهور علشان انت ربيت كبرت بتصريحات رمضان الشخصيه بتاعته مش بتاعتنا، كان بيقول دايما يا النادي الاهلي يا مش هلعب يا بره.
انت فضلت بعض الامور اللي تخصك وده حقك، ولكن احنا كمان حرين نحب اللي احنا عايزينه ونشجع اللي احنا عاوزينه، واللعيب اللي يحب النادي الاهلي نحبه، واللعيب اللي يعرف قيمه واسمه وفانيله او تيشيرت النادي الاهلي بنحطه على راسنا من فوق. ما عشتش انت تجربه مماثله، لانه الاهلي كان هو اكتر فريق عنده او اكتر نادي عنده الامكانيات الماديه وهو الجاذب، وما كانش في حد يقدر ينازعه في الوقت ده في مساله البيع والشراء. لو كان في وقتك وانت موجود في النادي الاهلي طلع كيان شبيه بكيان بيراميدز عنده القدره الشرائيه وعرض عليك رقم كبير، فكر كده كنت هتوافق ولا لا؟ من غير ما افكر اساسا. لو قالوا لي تعالى ارجع العب في النادي الاهلي نص ساعه نص ساعه، واقسم بالله اقول لك 10 سنين من غير ولا مليم، ده الاهلي. الاهلي قيمتك جوه المجتمع، انت في بطوله اف ابرام من ضمن تصريحات رمضان الشخصيه قال لك انا راح بطموح جديد عشان البطولات. لا، اتكلم في امور واقعيه، قول الحقيقه عشان كلامك مش بيقول لك من القلب للقلب رسول. لما تقعد تضحك فبالتالي تعرض لهجوم اوريدي في وقت ظهوره، وطريقة اسلوبه والثقة في النفس اللي كان فيها هو في النادي الاهلي هي مختلفة تماما. لكن في الاول وفي الاخر انا محجورش على رأيه. ماشي. هو انت رحت اخترت فانت حر في اختيارك. ولكن هي الامور واضحة انت رحت ليه. تطبق نفس الكلام. وما تجيش النادي الاهلي بيكبر ويكبر ويكبر، وحتى لو في فروق بسيطة انت تقدر تاخدها في الاعلانات، لان كنت هتبقى ميجا ستار الفرقة. تقدر تطبق نفس التغييرات اللي تقدر تطبق نفس المبدا ده على احمد فتحي، هو الاخر اللي رحل الى بيراميدز. ما كانش ما اقدرش اطبقه على احمد فتحي. بس اقدر اقول احمد فتحي ما كانش مجلس اداره من المرات النادره اللي يحصل كده جوه النادي الاهلي. انا حافظ تاريخ شويتين يعني. كان صعب جدا، ممكن احمد ما كانش يكمل. ممكن احمد كان النادي الاهلي من اول يوم عرف يقول له بنشكرك وليك مستحقاتك بتاخدها، والاهلي دايما بيعمل كده مع لعيبه قديم. ولكن في فروق هنا في التفكير ليها وعليها. فعشان كده في البعض كان غضبان، وفي البعض كان احمد بينال استحسان جماهير النادي الاهلي عشان ليه رصيد مع جماهير النادي الاهلي. كان ليه رصيد كبير ورصيد ضخم من الرجوله في الاداء. من الفرق ما بين الموقفين اللي بين احمد فتحي خارج وفي ناس كتير من جماهير النادي الاهلي راضيه بالظبط، وخروج رمضان صبحي، مع ان هو الخروج ده والخروج ده كلاهما الى نفس النادي. رصيدك عند الجمهور ايه؟ انت ما خدتش بطوله افريقيا لغايه اللحظه دي عشان تساوم النادي. ما خدتش بطوله افريقيا. ببساطه انت بتلعب في النادي الاهلي عشان تاخد دوري وكاس. ده اللي بيلعب نص ساعه في الاهلي بياخد دوري وكاس. انت بتجاي عشان الجمهور ده حلمه وما بيقفش، يروح كاس عالم للانديه وياخد بطوله افريقيا مره واثنين وثلاثه واربعه. انت النهارده النادي الاهلي مين اللي وداك تحترف؟ مين اللي رجعك على رجلك علشان تروح المنتخب الاولمبي؟ فضل النادي عليا اهم من الفلوس. انا هقول لك جمله مانويل جوزيه قالها. واسمع مني يا ابراهيم عشان كان هيترسخ مبادئ جديده، وده اللي كان مزعلني انا كشخص بعيد ما بتدخلش في قرارات حد وماليش دعوه. ماشي. كان دايما حلم اي لعيب يلعب للنادي الاهلي والزمالك الناديين الكبار. ماشي. فلما تيجي ترسخ مبادئ جديده ان الفلوس تنتصر على 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 النادي اللي رباك، وتيجي تقول لا الاهلي لا الزمالك لا الاهلي لا الزمالك، ده كان موجود. لما تيجي بقى النهارده هيبقى يقول لك النادي الاهلي ما عندوش القدره الماليه، لا في بعض اللعيبه وانا بشكرها جدا. كان التصريح ده بالنسبه لي رجع المعادله لامورها الطبيعيه. تصريح حسين الشحات اسيب ملايين الدنيا واجي، تصريح اللاعب المنضم حديثا من المقاولين العرب طاهر تصريح محمد شريف الجنيه في الاهلي بملايين، تصريح اللعيبه دي رجعت الامور لطبيعتها، لان مش المبدا ولا الطبيعي اللي انت مش عايز الاهلي عشان اخد فلوس انا اكتر. لا، تيشيرت الاهلي بفلوس، ولازم ودي رسالتي لجماهير الاهلي ومجلس اداره، اي مجلس اداره يبقى موجود، اي حد ماسك في التعاقدات، كان زمان تيشيرت الاهلي بفلوس، دخولك الاهلي بفلوس، عشان كده كان قيمة العقود قليلة، بس بتيجي في النادي الاهلي تقدر تروح للتارجت اللي انت عاوزه. فدخولك النادي الاهلي تلبس شيرت النادي الاهلي، البطولات اللي بتحققها جوه النادي الاهلي، موسيماني بسم الله الرحمن الرحيم 3 بطولات. بس وهو بيتكلم عن النادي الاهلي كان صادق ومخلص. كل كلمة في المؤتمر الصحفي في أول يوم جه، حجم السعادة اللي الراجل كان فيها وكلامه على النادي الاهلي، أنا قابلته شخصياً، حافظ تاريخي. وبيتكلم عن النادي الاهلي وعلى جاب كهربا قال له كده. قال لي انت خدت كام افريقيا يا كابتن شادي؟ قلت له 4. قال له هو انا موجود هنا عشان تحقق الاربعه.
مدرب قاعد بيعمل ايه؟ فانت لعيبه تربيت جوه النادي الاهلي تقول لي طموح غير التيشيرت النادي الاهلي. كنت تتمنى لحسام عاشور خروج افضل من ده؟ هتكلم بكل صراحه ودي رسالتي للجماهير، انا بخاطب الجماهير زيك يا ابراهيم دايما. في لعيبه انت لازم تبقى بتزعل منها من غضبها او تبقى غضبان منها، بس لازم تبقى متسامح. حسام عاشور يستحق، انتوا اللي قلتوا عليه كده. انتوا اللي قلتوا على حسام عاشور ابن النادي الاهلي المخلص اللي عمره ما عمل مشكله، فتاريخه يشفع له ويخليك تسامح، لان عمره ما عمل مشاكل. حسام محترم جدا، حسام عاشق للنادي الاهلي. عارف عدم الخبره الاعلاميه اللي عنده هي اللي وصلت الامر ده. الخبره عدم حسام ما بيحبش يتعامل في الاعلام ولا السوشيال ميديا، فيعني لما دخل فيها فجاه هي كانت السبب. فهنا انا اعذره اسامحه. كنت اتمنى له خروج افضل من كده لانه يستحقه، لانه بالزبط عنده رصيد عند جماهير. لكن 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 في فرق ما بين برضو الثلاث حالات، كل واحد في يعني احمد فتحي كانت واضحه مجلس الادارة اللي هو بيكمل، رمضان صبحي غير مأسوف عليه، حسام عاشور لا، كنت اتمنى لانه لاعب له قيمه وعاشق للنادي الاهلي وابن وفي للنادي الاهلي، فوارد وانت ماشي في النص يبقى في خطا، لان كمان حسام عمره ما عمل اخطاء. ابراهيم صحيح. روح لفصل وبعد الفصل نرجع نكمل كلامنا مع كابتن شادي محمد، خليكم معانا. من ساعة ما البرنامج ده ما بدأ قد تكون فقرة الصبورة دي هي الفقرة الأسخن في وجود كابتن شادي محمد، يعني أؤكد لكم ده. في بتاع حوالي 200 سؤال هجاوب عليهم كابتن شادي محمد في 10 دقايق، ازاي ما اعرفش او في اقل شويه. جاهز ابو كابتن؟ تمام، يلا بينا. يلا سامع الصوت ولا استاذ بيه علوم؟ في حاجه عباصت مش هجيبه من البلد. لا ما ترجعوش تاني. ضحيت ب 100,000 جنيه بعد انتخابات الاهلي من احدى القنوات للهجوم على مجلس الاداره، نعم ام لا؟ لا ما فيش الكلام ده، مش مدرستي خالص ده. انا لو هم عايزين حاجه اداله فعلا. ليه؟ لا طبعا ليه، ماليش في الجو ده، انا بعيد عنه خالص. جو التعامل بالماديات ده مش بتاعي. اللي بعده. تدربت في الاهلي وانا لاعب بالاسماعيلي قبل مواجهه الفريقين التي سجلت فيها، نعم ام لا؟ مين اللي عرف ده؟ نعم فعلا. ضربت الساعه 10 بالليل التلات ايام ورا بعض. والله كنت مصاب وبتاهل وبروح اجري اكمل بقيه التدريبات بتاعتي بالليل في الاهلي. مارك بوتا كلمني فيهم، انت فين؟ قلت له انا في الاهلي. مش قال لي طب هتلعب ازاي؟ قلت له انا احنا بالليل باب في مدينه نصر، اهلي مدينه نصر. وعادي محدش ايه؟ وعادي الناس ما عندهاش مشكله. وسافرت محدش يعرف. وجبت جول. ايه؟ وجبت جول. وجبت جول في الاول في اول مباراه. اللي بعده. لو عاد بيه الزمن قبل انتخابات الاهلي ساقوم بدعم محمود طاهر، نعم ام لا؟ طبعا بغيرش رايي يعني. هدعم مهندس محمود طاهر، بس الحاجه الوحيده اللي غيرها طريقه المسانده اللي انا عملتها. بس لو في يعني طريقه المسانده ما كانتش اما بتهدى ما كانتش لا تليق باسمي او تاريخي جوه النادي الاهلي. مش صح ان انا الطريقه دي، اكيد بكتسب خبرات من الموضوع ده. وكمان لو في بقى انتخابات لو بكره انا هعملها على الطب صندوق اسود ادخل. اللي بعده. محمود طاهر وعدني بانشاء قناه اتولى رئاستها اثناء الانتخابات حل رسوب ولم يحدث، نعم ام لا؟ تولي قناه لا، هو كان وعدني ان انا همسك مدينه الانتاج الاعلامي كلها مش قناه. لا طبعا مفيش الكلام ده خالص. مفيش الكلام ده؟ ولا هو شخصيه محترمه جدا. ولا نظريه المؤامره اللي الناس بتتكلم بيها، هو عاشق للنادي الاهلي. حتى وهو بره مجلس الاداره اتكلم عن مهندس محمود طاهر بشكل كويس جدا، وهو كمان قال انا بقدم كل الدعم. ولك ان تتخيل من بعد الانتخابات حتى اللحظه دي 4 سنين انا حصل ما بيني وبين المهندس محمود طاهر مره مكالمه واحده بس. فعلا؟ وهو اللي اتصل بيا. فعلا؟ والله. فمفيش الكلام ده خالص. مفيش الكلام ده لا. ليه؟ اللي بعده. تلقيت عرضا من الزمالك بعد الرحيل عن الاهلي ورفضت، نعم ام لا؟ نعم. سامع رمضان؟ رفضت دخول رفضت دخول الاهلي بعد الانتخابات خوفا من هجوم الاعضاء، نعم ام لا؟ لا مفيش الكلام. انا بروح النادي الاهلي
رحت اكتر من مره. بالعكس انا رحت كان بيقول لك دستور النادي الاهلي المجلس الاداره كان عامله، دخلت في عز بقى لما كل الاعضاء موجودين في مدينه نصر والجزيره والشيخ زايد، ودخلت عادي وكان ترحيب جامد جدا بيا. في حاجه اسمها مبادئ واخلاقيات النادي الاهلي، انت جوه النادي الاهلي في قواعد بتمشي على الكبير والصغير، الصغير والكبير كل الاحترام، دي انتخابات وعدت يعني. اللي بعده اديني اجابات سريعه ما تفكرش كتير. تشاجرت مع ابراهيم حسن في الغرفه اثناء تواجدنا في الاهلي بسبب الميه، نعم ام لا؟ لا ها لا لا كابتن ابراهيم حسن ما حصلت. لا ما حصلتش. كابتن ابراهيم حسن وكابتن حسام في لا 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 ولا ما حصلتش. طيب. كان هو كابتن حسام قدوه للعيبه وهم في النادي، انا حضرتهم وهم في النادي الاهلي. ماشي مفيش الكلام ده طبعا. اللي بعده بادرت بمصالحه مجلس الخطيب للعوده للعمل في قناه الاهلي، نعم ام لا؟ لا ولكن كابتن محمود الخطيب هو رئيس النادي الاهلي، ما ينفعش اي نجم او اي لاعب سابق او اي حتى من اصغر واحد لاكبر واحد يعمل اي موقف يضعف مجلس ادارته. مطلوب منك خلاص، الجمعيه العموميه قالت كلمتها، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي دورك تساند تدعم، لو مجلس اداره هو شايف حقوق نادي بتيجي ازاي فدورك تساند وتدعم، ما تقعدش تنظر ما بتنظر يبقى انت مش محب للنادي الاهلي، ده وجهه نظر فملاش علاقه. وقلت لك يا ابراهيم دي مهمه جدا للناس تعرف، انت بتكلمني 29 بطوله، انا واخد ربع بطولات افريقيه مع النادي الاهلي، انا في كل بطوله لاعب كل المباريات. فلما هشتغل بشتغل بتاريخي واسمي وعشان انا حابب النادي العظيم ده في اي مكان فيه، فتاريخك يدخلك اي حاجه تمسك فيها، مش اللي انت بتروح تعمل حاجه عشان تاخد حاجه، مش ده الثقافه بتاعتي اللي تشتغل بيها جوه الاهلي انا او غيري يعني. اللي بعده اديني اجابات سريعه عشان دلوقتي خلص. علاقتي توترت بالحضري بعد تجريده من شرط القياده، نعم ام لا؟ شويه. ماشي اللي بعده وما زالت لحد دلوقتي؟ لا لا. ماشي. هجمت جوزيه بعد مباراه سانتوس الانجولي في الكونفدراليه 2009، نعم ام لا؟ مش بالشكل اللي اتكتب، حصل بس مش بالشكل اللي اتكتب. ايه؟ اتكتب قال لك شادي تطاول ومش عارف عمل الكلام ده مش صحيح. قلت له ايه؟ ده الماتش ده اللي خسره الاهلي. اللي خسرنا خسرنا مش عارف 3-1. لا ما حصلش كده في الاوضه، وهو جه قال كلام انا مش حابب افتحه بقى، فانا ما قبلتش الكلام ده، انا حر، راجل كابتن الفرقه امثل وهو ماشي كان ماشي. فانا امثل مجلس اداره النادي الاهلي. اتكلم على مجلس الاداره؟ لا قال كلام انا شايفه كلامي يضايقني. فأنا ايه يعني؟ لا ما مش هينفع اقول يعني، مش عايز خلاص بقى. لكن الراجل ده واحد من اعظم مدربين اللي مسكه، رقم اتنين اللي سربوا الكلام اللي من هناك طبعا. ده الحاجه اللي ما تلاقيش غرفه اللبس دي دستور ليها احترامها وليها اسرارها. اي لعيب ضعيف النفس ضعيف النفس بياخد مصلحته على حساب زمايله وناديه لا يستحق يلبس تيشيرت النادي الاهلي ويبقى موجود جوه النادي الاهلي مهما كان اسمه. اللي بعده محمد بركات افضل من تعامل بذكاء مع مانويل جوزيه. بالظبط. ده قنبله قنبله ملوش حل. اطيب وانقى شخص يعني اتعاملت معاه الحاجات بس اللي محدش يعرف مستر مانويل كان بيحبه جدا. بركات اتحدى من 20 باص بيعمله ولا ميس باص. فيجي يطلع في الراجل كان بيجيب الكابتن علاء مايوه، كان في مدرب كمان حد مع الكابتن علاء بيكتب كل اللعيبه اللي بيعمل ميس باص، فانت لو عامل كتير بتتحرج قدام اللعيبه. بركات الوحيد ولا باص غلط. لا والله يقول لك الصريح دي تاخدها تخلص نفسه. كان يقول له هو الجمعه باص بالراحه جامد هرجعها لك والماتش شغال. اللي بعده شريف اكرامي كان له دور كبير في رحيل رمضان صبحي، نعم ام لا؟ ممكن. اللي بعده احمد فتحي لما يخطئ بالرحيل الى بيراميدز كنت اتمنى ينهي مشواره العظيم سواء مع الاجابه نعم ام لا؟ لم يخطئ بالرحيل لا اخطا ولا نعم لم نعم يخطئ. خلاص بقى هو رايه واختار حاجات معينه مش عارف. اللي بعد الاختيارات جاهز. اكتر لاعب تاثر الاهلي برحيله حسام حسن عبد الله السعيد عصام الحضري. حسام حسن بالنسبه للتاريخ ماشي. ارجعوا للتاريخ هتلاقوا النادي الاهلي كان بيعمل احلال وتجديد مع فكره ان حسام حسن يجي في يوم من الايام مدربا مديرا فنيا في النادي الاهلي. مجلس اداره اللي يقرر.
انت رايك ايه؟ انا؟ اه كابتن حسام حسن واحد من افضل المدربين. دي اجابه صريحه. كابتن حسام حسن يعني في مشاكل لازم انتوا يعني بتتكلموا لكن مش بتناقشوا، في مشاكل مع جماهير النادي الاهلي فهي دي اللي عامله صعوبه لاي حد ياخد قرار الكابتن حسام يبقى موجود. ماشي. اول ما بيطرح الاسم تلاقي يعني مثلا على سبيل المثال انا احب اخترق الموضوع يعني مثلا كابتن حسام حسن ما فيش شك واحد من افضل المدربين في مصر والباور والروح اللي بيخلقها جوه الفرقه بامكانيات ضعيفه. ماشي. النهارده كابتن حسام حسن قال راح قناه النادي الاهلي مع الكابتن مصطفى عبده. في العين والودن بتسمع حاجات كده في السوشيال ميديا وبتاع تلاقي هجوم ليه؟ في مواقف هم زعل. لكن كابتن حسام حسن انا لو في مره بأحكي لك في حاجات هو اتظلم فيها بشكل كبير جدا، وانا على فكره كنت مع كابتن ابراهيم وحسام في وقتها كنت اصغر لعيب في الفرقه وكنت شايف شايف الموضوع كله. طيب اللي بعده. الله احسن وقتي خلص. اديني اجابات سريعه سريعه. قرار ندمت عليه عدم الاعتزال بعد الرحيل، اظهار موقف الانتخابي، الهجوم على الخطيب، اختار واحد من ثلاثه بسرعه. التالت ده ما حصلش خالص. ماشي. عدم الاعتزال بعد الرحيل عن عدم الاعتزال. بعد الاهلي مفيش كوره بقى يعني فاهم انت هتاخد ايه بعد تاني. الاهلي طبعا مفيش كوره. الاهلي مدرسه يعني لو رجع مدرسة بيك الزمان مدرسه في عارف المؤسسه لو العسكريه. لو رجع بيك الزمان هتختم بعد الاهلي على طول؟ ايه لو رجع بيك الزمان؟ لو رجع بيا الزمن اختم بعد الاهلي طبعا مفيش خلاص ليه؟ كنت هتعتزل. عشان جربت ده ما كنتش اعرفه بس كنت مجبر لان لازم العب لسه سن صغير. عشان انت بتقول سريعا بس في مؤسسه عسكريه محترمه النادي الاهلي بالظبط عايز تتعلم الانضباط زي المؤسسه العسكريه بالظبط تتعلم الانضباط لو انت جاي عامل كده بيديك مساحه في الاول يصبر عليك شويه بعد كده مفيش بره يعني قيمتك بتقل في المجتمع. اللي بعده. افضل من تولى رئاسه النادي الاهلي صالح سليم، حسن حمدي، محمود الخطيب؟ لا ده سؤال صعب. التلاتة ما اقدرش اقول واحد. التلاتة تلاتة اسماء كبيرة جدا. كابتن حسن حمدي اسم كبير جدا وبطولات بالنسبة لي انا خلاص. انت خلاص جاوبت التلاتة. ماشي اللي بعده. خلينا اخلص الاسئلة كلها اللي عندي. افضل لاعب في مصر قفشة، عبد الله، سعيد، مصطفى محمد، اختار. قفشة. ماشي اللي بعده. لاعب من جيلك كنت بتتمنى انضمامه للاهلي، شيكابالا، حازم امام، عبد الحليم؟ حازم امام. حازم امام. اللي بعده. ده اخر سؤال. اسوأ مدرب تولى تدريب النادي الاهلي من وجهه نظرك، جاريدو، توني اوليفيرا، ولا لاسارتي؟ انا هقول توني اوليفيرا عشان موقف. ايه ده اخر سؤال. توني اوليفيرا كان ابراهيم سعيد بيعذبه والله العظيم. مش بيعذبه، ابراهيم سعيد كان عنده سن مجنون شويه وكان عنده روح في التمرين والكلام ده كله. فالراجل ده كان عنده حاله عصبيه مش عارف او ايه، بيشرب ميه على طول. فمره مش عارف ابراهيم عمل ايه، بنبص لقينا المدرب وقع في الملعب اغمى عليه. ابراهيم سعيد بنروح تموت المدرب مع توني اوليفيرا. كان مدرب هايل بس ما كان ليش حظ، ما لوش حظ مع الاهلي. صحيح. كابتن شادي انت شرفتني ونورتني وانا مبسوط بالحلقه دي وما تكونش اخر حلقه ان شاء الله. ان شاء الله ابراهيم مره تانية الف الف سلام عليك. يسلمك رب. مش عايزك تزعل من جماهير النادي الاهلي بتحب ناديها. بيحصل سوء تفاهم احيانا وانا بكلمك يعني بقول لجماهير النادي الاهلي ممكن اكون انتوا من اللعيبه اللي ممكن تسمحوا ان انا بتكلم باسمكم لان ابراهيم فعلا انا عارفه كويس جدا. فمره تانية وثالثه ومليون الف سلام عليك. احنا اخواتك. اي وقت. انا على فكره لما جيت والله ما حسيتش ان انا ببرنامج خالص، انا قاعد كاني في بيتي. انت عارف عشره طبعا طبعا. واتشرفت بالحلقه النهارده ودايما بتشرف بيك لان لما بتنجح يا ابراهيم دي رساله كمان لينا حتى زي ما انت قلت حتى لو ما لعبتش كوره. فالاصرار والعزيمه والمجهود اللي انت فيه والمكانه اللي انت فيها في الاعلام الرياضي انا اللي بقول لك شابوه على اللي انت بتقدمه. وبشكرك شكرا جزيلا على الحلقه. يا رب. كابتن شادي بشكرك شكرا جزيلا. ضيفي كان النهارده نجم النادي الاهلي وكابتن التاريخي للنادي الاهلي كابتن شادي محمد. عطفا بس على الجمله اللي قالها كابتن شادي، انا عمري ما ازعل من جمهور النادي الاهلي والعلاقه اللي بيننا علاقه طويله جدا جدا فيها حب وتقدير واحترام زي ما عندي علاقه كبيره جدا فيها حب وتقدير واحترام لجماهير نادي الزمالك. انتم على الراس ومن اجلكم الواحد موجود وبيشتغل وزي ما بقول دايما احنا خدامين المشاهد ايا ما كان انتمائه. اشكركم شكرا جزيلا ونشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.